أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم عنا حلقتنا هي عبارة عن مناظرة بين أخونا أحمد حرقان والأخ أحمد سلمو، ولكن لسوء الحظ أخونا أحمد حرقان النت عنده شوي تعبان، فمنتظرينه على كل حال في انتظار أخونا أحمد حرقان لحتى يجي. طبعا خلينا نرحب بالبداية بأخونا أحمد سلمو، أهلا وسهلا فيك أحمد. تحياتي تحياتي، مساء الخير أخي جان، كيفك؟ أهلا وسهلا أحمد. أحمد طبعا نحن بس بانتظار أخونا أحمد حرقان، وأسفين أصدقائي هو النت عنده شوي متوغوش حبتين فما تأخذونا. بس بالبداية أحمد خلينا بس نتعرف على الشخصية اللي حاطة وراك، يعني أنا بعرف بشار بيحطوا حافظ أسد هالعالم، هاي أنت حاطة واحد جديد، يعني هات لنشوف خير، اللهم اجعله خير يا سيدي، خير يصيبك إن شاء الله وكله خير. أنا بالنسبة لي يعني هذا الرجل يعني تيمنا بالناس الطيبين ودعاة السلام حول الأرض، فأنا من عادتي حينما أحب شخص يعني دائما أجعل صورته دائما في البيت، فهذا الرجل هو من دعاة السلام إلى الله، وهو داعية إلى الله، وهو الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني الذي ليس بسني وليس بشيعي، ويكفر بالتعددية الحزبية والمذهبية، ويدعو إلى تحقيق السلام العالمي والتعايش السلمي والمؤاخاة والتعايش بين المسلم والكافر، ويدعو إلى حرية الاعتقاد بين المسلم وغير المسلم، فلكل منكم لكل منهم دينهم. ويعني هذا الرجل الذي رأيته فيه من خلال البحث والتعمق لسنوات عديدة، رأيت أن هذا الرجل حاليا هو الذي يدعو إلى الحق، يعني باستثناء كل العلماء الذين للأسف أغلبهم ينطق ويتكلم بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا. فلو تقرأ ويقرأ المشاهدين في هذا في بيانات الإمام ناصر، استنى حبيبي استنى، نحن ما بدنا نسوي له دعايه للزلمه، يعني هلا من غير هو ما هو لك يا اخي جان، هو ما هو ناطر انك تسوي له دعايه، معني شو انت كفيت ووفيت، يعني نحن قلنا لك هو الصور اللي تنحط لاشخاص، يعني مهما كان الشخص هذا بس نحطط له صورة ففي دلالة ديكتاتورية أو دلالة يعني ما لا معنى غير أنه في تبعية. لا بالعكس بالعكس، خلينا نكمل يا أحمد حبيبي، خلينا نكمل. فنحن كأشخاص لما بنحط صور معناتها في نوع من التبعية، هذا طبعا رأيي الشخصي ورأيك هو أنت حر فيه. أي شخص مهما كان بس بجلته في يوم من الأيام راح ينقلب إلى شيء أكبر من التبجيل اللي أنت بجلته. طبعا الأجيال بتاخد، يعني حتى محمد كان في زمانه ما كان مبجل قد ما هو مبجل في عصرنا، يعني بوقت زمانه ما كان مبجل قد ما مبجل الآن. فالقصد انه لما بتحط صور اشخاص مهما كان الشخص هذا جيد ورائع، انا لا يعني انا ماني ضد انه انت بعتبره انسان قدوه ولا اي شيء من القبيل، لا انا ضد فكره الصوره هاي انه تحطها هاي. تمام، هلا انا بقدر بقول لك انه الانسان بشكل عام لما انا بحب شخص فانا بحاول انه اكون هاي اجعل من هذا الشخص قدوه الي، لما بشوف انه هذا الشخص فعلا يعني هو قدوة يستحق أن يكون قدوة وأقتدي به، فما في ضير لما أنا بجعل قدوتي ومحبة في مثلا بعلق صورته مثلا في بيتي. هاي شغلة. الشغلة الثانية، الأجيال اللي تجي من بعدي وراح تشوف أنه هذا الشخص مثلا كان قدوتي المفروض يعملوا منه قدوة. هلا في قصة الخمسة الصالحين اللي كلياتنا بنعرفها، ود وسواع ويعوق ويغوث ونسر اللي مذكورين في القرآن، فكانوا عبارة عن خمسة صالحين، وشيء انت حكيته هذا شيء واقع. الأجيال اللي اجت من بعدهم فطبعا عن طريق إبليس صار يبجلون ويمجدون إلى أن جعلوا منهم أصنام وجعلوا منهم أرباب يعبدون من دون الله. لكن اليوم أحمد خلينا ندخل بالمهم، بما أن أخونا أحمد تأخر علينا وأسفين أصدقائي كثير في انتظار أخونا أحمد حرقان، وأنا أوعدكم تكون مناظرة رائعة يعني. بس أنا بدي أسألك شو سبب إيمانك أحمد؟
ليش انت مؤمن؟ يا سيد الكريم، اول شيء الله سبحانه وتعالى يعني جعل كل فطرة انسان هي الايمان، يعني هي هذه الصبغة التي صبغ الله الانسان عليها. فطرة الانسان ان يكون مسلم مؤمن خالي من الشركيات، خالي من العبودية لغير الله. فالإنسان في المنشأ الذي ينشأ به إما أبواه إما يهودانه أو ينصرانه، فلكن الإنسان يفطر على الإيمان، ينشأ على الإيمان، ينشأ على الإسلام. فسبب إيماني أولا أن الله تعالى من علي وأن خلقني بالفطرة هالحديث هذا مسلم أكمل. من جبت الحديث؟ بس أعطيني الدليل. الدليل منين جبت هالحديث انه بنولد على الفطرة؟ شو دليلك؟ هلا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها التي هي الإسلام. دليلك انه هو الإسلام. دليل الشيء اللي انا معتقد فيه، انه انا لما نشأت ضمن ايش؟ يا احمد حبيبي، شوف الاعتقاد هو اعتقد ما وراء الحيط في مثلا بقرة، هذا اعتقاد. بس الدليل طيب. ما هو دليلك انه الانسان ينشأ على فطرة الاسلام؟ ما هو الدليل المادي الملموس او حديث من حديث النبي محمد او شيء من هالقبيل؟ اعطيني دليل. طيب هلا انا معناتها لازم نشغل 10 دقائق مشان ما اقاطعك وتقاطعني، نشغل العداد نتحاور. نحن ما أنا في مناظرة احمد، المناظرة هو احمد حرقان. انا عم بقول لك دليلك لما عم تقول الفطره، اعطيني دليلك مشان نعرف اعرف اجاوبك. احط عندي يعني انا عم بكتب وراك، بس اعطيني دليلك مشان اكتب وبعدين ارجع لك. تفضل. هلا برجع بقول لك الدليل اللي قلت لك، يا فطره الله التي فطر الناس عليها، هذا هو الدليل. والدليل المعنوي، عفوا الدليل المادي اكثر، لما انا بشوف انه الشيء بعيني، لما بشوف شيء مادي ملموس ومحسوس. فانا بشوف لما خلق السماوات والارض قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فانا لما بشوف هذا الشيء، هذا اللي جعل في شيء خلاني اكون مؤمن اكثر مما انا عليه في السابق. يعني هلا انا على سبيل المثال بعطيك مثال، انا مؤمن من اول ما ولدت، كون اني ولدت في عائلة مؤمنة بالله، لكن كان إيماني قابل إما لأن يتنشط ويترسخ أو يتقزم ويتمسخ. فبهاي النقطة الإنسان لازم يكون في طريق البحث عن الحق. فحينما يكون الإنسان مسلم أو يهودي أو نصراني إلى ما هنالك، ننظر إلى الأنبياء. الأنبياء قبل أن يكونوا أنبياء كانوا باحثين عن الحق. ننظر إلى نبي الله إبراهيم، ننظر إلى نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام جميعا، فكانوا دائما يتفكرون ويتدبرون في خلق السماوات والأرض، بينما كانوا يعيشون في إيش؟ يعيشون في خليني معك بس لحظة حبيبي. يعيشون في مجتمعات شركية تعبد الأحجار وتعبد الأصنام، لكن لم ترق لهم هذه الفكرة، بأن كما قال يعني حمزة عم النبي، قال والله لولا أن الله سبحانه وتعالى يعني أعظم وأكبر أن يوضع في 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 فناء بيت ويعكف عليه. طيب أنت ما أعطيتني دليل مادي على كل حال، أنت أعطيتني رؤيتك واعتقادك، بس أنا راح أعطيك دليل مادي. الدليل المادي راح أعطيك يا، استنى علي شوي، أنا مش قلت لك خليك ما أعطاني. لا استنى، إيه ما بدك تعطينا بعد سنة؟ أعطوني يا لا جايك هلا جايك هلا جايك هلا بس بدون دخلات هيك طلعات، أعطيني على السريع شو الدليل المادي؟ أنا مشان هيك قلت لك خليني أحكي براحتي وأعطيني 10 دقايق، أنت ما رضيت. نحن عم نتناقش يا أحمد. أنا مشان ما أعطيني، أنت بس أعطيتني قطعت لي سلسلة الأفكار كلها. تعال خبر، أنا بعرف طريقتك أنت خبيث. أحمد حبيبي شوف، الدليل المادي أعطيني يا، ممكن أنت بعدين تتبحر بالكلام، بس يعني تمام. ما بدي حلو الدليل المادي. يلا جايك الدليل المادي يا سيد الكريم. أنا حينما أتفكر في خلق السماوات والأرض، تمام، الله سبحانه وتعالى قال الله نور السماوات والأرض مثلا نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري وقد من شجرة مباركة. هذا النور الذي يتكلم عليه الله سبحانه وتعالى هو نوره المنبثق والمنبعث من
خلف سدرة المنتهى. هنا يأتي الآن أن دور الباحث عن الحق، الباحث عن الحق كيف سيكون على يقين وبدليل مادي كما تقول أنت الآن، بدليل مادي أنه على حق وأنه على صواب. حينما ينيب إلى الله تعالى، قال الله عز وجل: الله يجتبي إليه من يشاء، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الإنابة بالبحث والتدبر سوف تولد إيش؟ الله سبحانه وتعالى ينزل على قلب هذا الباحث، سواء كان مسلم أو غير مسلم، ينزل على قلب هذا الباحث نور الفرقان الذي من خلاله يميز بين الحق والباطل. أنا على سبيل المثال حينما أقرأ بيانات هذا الرجل، أنا أعتقد وأتيقن كل اليقين بأني أحمد حاج، يعني بيانات الرجل هذا ما لنا علاقة فيها. أنت لحد هلا قلت لك الدليل المادي ما جبت لي، قلت لي التفكر ومشكات ونور وما بعرف وين ما شفناها، بس استنى شوي. بس الدليل المادي اللي شفناه نحن في كل الديانات، ماشي، المسلم أول ما يولد لسعته بيبي، يعني بنزل بطن أمه، الدليل المادي بيمسكه أبوه أو الشخص كبير وبيقدم له بإذنه. يعني هذا دليل واضح قدام عيننا ونشوفه، وبكل بيت مسلم، وإن كان بأفغانستان ولا إن كان بالمغرب ولا كان بسوريا بيعملوا نفس العملية. هذا الدليل المادي اللي أنا وأنت ممكن نتفق عليه وشايفينه قدام عيننا، صح؟ لكن هاي ما هي مناعة للإيمان. ما كملت الدليل المادي يا حبيبي يا أحمد. الدليل المادي الثاني، لما بنشوف المسيحيين الطفل أول كمان ما بولد بكبر له شوي بيغطوه بالمي بتعمد خلاص صار مسيحي. المشكلة يعني ما هي إنه أتفكر ولا بعدين بيصير ما بعرف شو، المشكلة إنه هي التربية على يعني هلا مثلا إذا كان الإيمان أنت مثل ما بتقول بالفطرة، أو الإنسان يخلق أو يولد مؤمن مثلا بالإسلام، طيب ليش اللي بولد مثلا بإسبانيا بطلع مسيحي، أو بطلع ملحد، أو اللي بأمريكا بطلع مسيحي، واللي بالسعودية لأب السعودي إجباري بده يطلع مسلم؟ يعني هون هي الدلائل المادية اللي قدام عيننا نحن عم يعني نلمسها. بس تقول لي والله بتفكر وبعدين ما بعرف شو بيصير، ما أعطيتني دليل واحد مادي. بالعكس يا جان، أنا أعطيتك قمة الدليل اللي هو إيش؟ التفكر المبني على العقل. وقالوا لو كنا نسمع، خليني أحكي، الفكر وليس مادي يا أخي. خليني أحكي. يا أحمد أنت بدك يعني تقنعني إنه الفكر شغلة مادية، شغلة عم تشوفها؟ بس لحظة. نحن عم نحكي كنا مبدئيا، انت جيت قاطعتني، انا قلت لك خليني بس كم بوصل لك الفكره قبل ما تقاطعني، لو طولت عليك شوي بس انا بوصل لك فكره. اليوم انت ضد هالفكر، انت عم تقول الفكر ما هو شيء مادي، انا راح اوصلك لشيء مادي. لكن هل تستطيع ان تصل الى شيء مادي من غير ان تتفكر به؟ يعني نكون قلنا نعم. يا ما نصدق، انا ممكن اشوف الكاسه هاي بدون ما افكر فيها بشوفها، يعني ماديه قدامي قدام عيني. لانه هي الداتا تبعيتها والمعلومات تبعيتها عندك بالعقل اللاواعي موجوده عندك، فانت اوتوماتيكيا مسجله ومخزنه. تمام؟ بس طيب. تمام اوكي، انا ممكن اشوف لك هاي الكاسه، تمام؟ انا ممكن اخليك افرجيك عليها شغله اضافيه ما هي مخزنة عندك بالعقل اللاواعي، وتفضل حضرتك اللي لايش هاي بدون ما تفكر فيها وتفكر هاي لايش صنعت هالشغلة الإضافية اللي محطوطة بالكاسة. أوكي حطلي، بس أنت أي كاسة مخزنة عندك باللاواعي بالعقل اللاواعي. أوكي حطلي هالشغلة الإضافية وأشوف ده تفكر فيها ولا لا. يعني طبيعي دك تفكر فيها، طبيعي جدا. فأنا قصدي أقول لك شغلة، أنه الإنسان من غير تفكر من غير تدبر ما رح يصل لنتيجة. وهذا الشيء حتى يعني القرآن والإسلام يدعو إليه، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أنا دائما أقول لك كلمة الفارق بيني وبينك أنه أنت استعجلت، أنت تفكرت وأنا تفكرت، أنت تدبرت وأنا تدبرت، أنت كنت باحث عن الحق وأنا كنت باحث عن الحق، لكن أنت استعجلت أنا ما استعجلت، أنت ما صبرت أنا صبرت، انت ما تبين لك الحق لانه ما صبرت، انا تبين الحق لانه صبرت.
انا في كثير من الافكار انا وانت بنتفق عليها وبايدك عليها، لكن هذا ما بيعني اني انا اكفر او مثلا الحد. لا، ليش؟ لانه الافكار اللي انا وانت اتفقنا عليها هي نتيجه ايش؟ نتيجه اعمال عقل، نتيجه تفكر، نتيجه تدبر. يعني انا انت حينما تقول اليوم اذا كان الاسلام هو الدين الله الحق، طب لماذا المسلمون يقتلون بعضهم بعضا؟ انا اقول لك انت في هذا الكلام على حق، فعلا الاسلام هو دين الله الحق، ولكن لا ينبغي للمسلمين ان يقتلوا بعضهم بعضا. فهل نقول ان الاسلام ليس دين حق بسبب ان المسلمون يقتلون بعضهم بعضا؟ انا دائما اقول لك الدين هو قال الله وقال الرسول، فهم الناس للدين ليس هو الدين. طيب اشكرك. طيب خلينا ما دام هيك، انا استعجلت وانت تأنيت، وهالفكره هي خلينا بس نناقشها. انا استعجلت وقررت انه اصير ملحد وانت تأنيت وشفت عظمه الله. طيب بما انه انا استعجلت، انا كشخصي كجان برو قرأت كاملا تاريخ الكون الملموس، العلماء بكل جامعات العالم تدرس هلا، قرأته وفهمته. هل انت يا احمد قرأت تاريخ الكون؟ ليس بعد. من اللي استعجل، انا ولا انت؟ اذا انت اللي هلا قرأت تاريخ الكون، من اللي استعجل معناته واخذ قراره؟ انت ممكن تقرأ يعني اسبوع كامل تصل الى حقيقه معينه. انا اكتفي بها بس يا ريت نوصل الصوت ما عم بحسن بسمع. انا اكتفي مثلا على سبيل المثال بقراءه بربع ساعه اصل الى حقيقه معينه، ممكن انت تستغرق معك اسبوع او اكثر، والعكس صحيح على فكره حبيبي. ممكن انت خليك واضح معي يا احمد، انت لحد هالساعه هي ما قرات تاريخ الكون. كيف اخذت قرارك قبلي وانا قرات تاريخ الكون كله وفهمت تاريخ الكون؟ اسمعني شوي، فهمت كيف تشكلت النجوم، فهمت كيف تشكلت المجرات، فهمت كيف تشكلت الكواكب، ماشي، او تعبت على حالي كثير سنوات ضيعت حتى فهمت المساله هي، انت بدون ما تفكر فيها اصلا وبدون ما تعذب حالك وتقرا اخذت القرار، فمن هو المستعجل؟ لانه انت قلت انا تعجلت وانت اللي تأنيت. هذا انت مخطئ بهذا الكلام. من قال لك انا لم اتفكر ولم اتدبر؟ اسمعني شوي، انا بالتفكر والتدبر هلا. انت بتقول يا احمد لا فكرت ولا قرات ولا تدبرت. يا احمد انت لم تقرا تاريخ الكون. لحظه، انا قرات، لكن مو شرط ان اللي قراته انا تكون هو نفسه اللي قراته انت. حبيبي العلم ما فيه اللي قرأته أنا واللي قرأته أنت، في شيء. تمام، ممتاز. إذا أنا أؤيدك بهذه الفكرة، أؤيدك. هل قرأت العلوم الكونية تاريخ الكون من الجامعات المعترف فيها دوليا وعالميا؟ هل تعرف كيف تشكلت الكواكب؟ أنا الآن أتكلم معك بمنطق علمي، تمام؟ أنا أقرأ في كتاب الذي يسيطر ويهيمن على جميع الكتب، تمام، العلمية والكونية وكل شيء. أنا يكفيني حينما أنا ياجن، أنا لما قلت لك ليس شرطا أن أقرأ الكتب التي تقرأها أنت، أنا ممكن أن أصل إلى الحقيقة من خلال صفحة واحدة أقرأها. اسمع لاحظ فكرة. اليوم الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب العظيم في القرآن يعني يتكلم لنا عن إعجاز وأسرار في القرآن. إلى الآن علماء الأمة من المسلمين على مختلف مذاهبهم وأشياعهم لم يتوصلوا إليها إلا في الوقت الحالي. أتى هذا الرجل وبيناها لنا. نحن اليوم ندرس هذه البيانات ونتكلم، توصلنا من خلال هذه البيانات التي أنت ربما يعني لا تقيم لها وزنا، من أن نتكلم عن نشأة الكون من خلال القرآن، نشأة الكون والمجرات، كيف نشأ الكون، كيف سينتهي الكون من خلال القرآن. اسمعني، كيف نشأ الكون؟ تفضل قل لي كيف نشأ الكون حسب اعتقاد أو حسب ما تعلمت أنت. تفضل. تمام، حسب ما نشأ الكون، الله سبحانه وتعالى قال
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. أنا أجزم لك وأتحدى جميع علماء الفضاء في وكالة ناسا وفي كل وكالات العالم أن يثبتوا بالدليل القاطع أنه يوجد ماء على غير كوكب الأرض الذي هو كوكب الرتق الذي تكلم عنه الله سبحانه وتعالى. وهذا الكوكب هو مركز الجاذبية الكونية، والكعبة المشرفة هي مركز المركز. طيب أوكي، أنت الكعبة المشرفة هي مركز المركز وما في ماء على غير كوكب الأرض، هاي أول شيء. في مياه على القمر، أوروبا حول أتحداك شوي. لا تتحدى يا أخي شغلة، أتحداكم جميعا. لك شو شغلة تهلب يا أحمد؟ هات تفرجونا، أعطونا دليل. مو بعلاوة الصوت، مو بعلاوة الصوت يا حبيبي، مو بعلاوة الصوت. قالك خليني أكمل شغلة، لا تحدي ولا لا يمكن الصوت عقيصة لك عيلي. أنا بتكلم بصوت واحد بس ما بعرف إذا أنت الصوت عقيصة. ما هو شغلة ما يتحدي وما يشغل إنه واحد يعلي صوته، بس استنى شوي لك يا حبيبي. أنا ما بعلي صوتك بس طول بالك، يمكن الصوت عقيصة لك عيلي ما بعرف. إيه مو مهم، الشغلة ما يتحدي، شغلة دراسات، الشغلة العلماء اشتغلوا. تمام أكيد أكيد. خليني أكمل. قمر يوروبا حول المشتري هو قمر جليدي نعم. مكون من جليد، ماء مجمد، وفي النواة ماء سائل. هذا شيء نعم. طبيعي موجود بكل الكون الماء. على سطح المريخ يوجد ماء. وروح اقرأ ورائي يعني، وهي كل الأصدقاء يقرؤون ورائي. شغلة الثانية، وكانت رتقا ففتقناهما. هذا أنت عم تتحدث عن بداية الكون، بدل الكون ما هيك؟ عن بداية الكون. الأرض يا حبيبي، إذا قرأت تاريخ الأرض، الأرض عمرها 4.5 مليار سنة، تمام؟ الكون عمره 13.7 مليار سنة. هذا طبعا بالتقريبي، لأنه يعني كل ثانية تزيد ثانية، كل ثانية في زيادة. يعني الأرض نشأت بعد الانفجار الكبير وبدء الكون بتقريبا 9 مليارات إلى 10 مليارات 9 مليارات ونص سنة. فأين الفتق في بداية النشأة؟ معلوماتك مغلوطة. يا حبيبي يا أحمد أنت لا. أنت لم تقرأ وعم تقول لي معلوماتك مغلوطة. يعني بشان المشاهدين ما يضحكوا علينا بصراحة. لا 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 لا، أنا ما بيهمني المشاهد، أنا في عندي كتاب إله وفي عندي كتاب إنسان. هذا الكتاب الخاص بالإله عندي بالنسبة لي مرجعية ومصدق أكثر من هذا الكتاب الذي يكتبه إنسان. ربما أنا لا أدري غايته، ممكن أنه كتب الحقيقة أو يضلل، والأغلب أنه يضلل، لكن أنا عندي كتاب إله. حينما يقول الإله أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، هنا أنا أجزم أن فعلا السماوات والأرض انفتقت من خلال هذا الكوكب الذي كان هو الكوكب الأم وهو مركز الجاذبية، وهو وقلت لك أن الكعبة هي مركز المركز. وحينما نتأكد أكثر، حينما يقول الله تعالى الآن أنا أستطيع أن أثبت لك بأدلة السماوات السبع والأراضين السبع، يوجد سبع أراضين غير هذه الأرض التي نحن عليها. هل استطاع أحد من علماء الأمة أو من علماء الفضاء أن يكتشف هذا الاكتشاف أو أن يصرح بهذا الاكتشاف؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الاكتشاف بكل بساطة، أنا لا يعني أعمل مثل ميديا أو دعاية للإسلام، لا لا لا، خليني أكمل لك الفكرة. بس خليني أكمل لك الفكرة. الفكرة وما فيها أنه القرآن بكل بساطة يتكلم عن علوم كونية، علوم سماوية، علوم أرضية، يعني يجمع لك كثير من العلوم في هذا الكتاب من خلال أنت أيها المسلم. وقال الله يعني قالها صراحة في أول كلمة نزلت على محمد عليه الصلاة والسلام، قال له اقرأ، يعني تعلم، تدبر، تفكر، تمهل قبل أن تحكم، قبل أن تنطق بكلمة اقرأ. فهذا المنطق الذي نتكلم فيه
في مشكلة دائما نقع فيها، دائما نقع فيها، وهي أن الملحد حينما يكون في هناك حوار بين ملحد ومؤمن، الاثنان يتكلمان على أساس أن الملحد سوف يجعل من هذا المؤمن عبارة عن قزم ويصغره ويجعله على خطأ، والعكس صحيح. لكن طبعا هذه بشكل عام، لكن أنا دائما أكون في مناظرة، أنا أنوي قبل هذه المناظرة أن أوصل لك فكرة، سواء أنت اقتنعت بهذه الفكرة أم لم تقتنع. طب أشكرك أحمد. على كل حال أنا يعني أنا طرحت فكرة نشأة الأرض، والأصدقاء المتابعين أنا بتمنى تراجعوا وراي أنه لما نشأت الكون نشأ كان الأرض ما له علاقة، وبعد 9000 أو 9.5 مليارات سنة من انفجار نجمي آخر غبار تكونت الشمس والكواكب مجموعة الشمسية، فأنت رفضت هالفكرة هي كاملة. على كل حال في معنى مداخلة، خلينا أخونا نبي جلدة الحنفية راح يكون متداخل معنا، فأتمنى بس يكون صدرك واسع معنا أحمد، بس مداخلة بس لحظة عمالك. تفضل جان، إذا بده يصير في أنت اللي هيك المداخلات، إذا بده يكون فيها يعني كلام خارج عن إيش اسمه، أنا لا أسمح لي، ما أسمح لي ولا أسمح لك أن يكون في هذا الكلام. لا نحن نحترمك أحمد، أنا أحترمك وأنت أخوي، يعني تمام. لا 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 تقلل من شأننا يا أحمد، نحن نحترمك وأنت أخوي وأنت ابن حارتي بعدين، يعني على فكرة أصدقائي هو من نفس الحارة، من حارتي يا أخوي أحمد. ف أنا أحترمك ولكن أنا لا أتفق معك، وأنا أتمنى من كل أصدقائنا يروحوا يبحثوا وراي ويبحثوا وراء أخوي أحمد ويشوفوا الحقيقة نشأة الكون، وبالتعليقات حتى بالتسجيل في المستقبل يحطوه. أنا بدي أخوي أحمد يعني بدي يفهم، أنا ما بدي بس يقول كلام والله تفكرت وتدبرت من القرآن وغير القرآن، نحن قلبنا عليكم. هي يا أحمد المشكلة، هي أنا بدي إياك تقرأ تاريخ الكون. أنا ليش سألتك على تاريخ الكون؟ بدي إياك تقرأ تاريخ الكون. على كل حال بس أنا بعت الرابط لأخوي نبينا جلدة الحنفية، نبي جلدة الحنفية ويعمل مداخلة. تفضل أحمد، اسمعني أحمد. يا بس ما. تفضل حبيبي إذا في عندك أي شيء تقوله. أنا ما عندي أي شيء، بستنى الاتصال طبعا. أوكي. طيب أنا في انتظار أخونا جورج. طبعا بس أحمد نحن بمناقشة، وأصدقائي أنا آسف كتير لأخونا أحمد حرقان على أساس كان بده يكون معنا، ولكن النت عنده خجلنا للأسف الشديد، فنحن بنعتبره حوار أخوي. طيب جانا نبينا دكتور جلدة نبي جلدة الحنفية، أهلا وسهلا فيك نبينا. سلام جلدة الحنفية على المجتمعين وعلى الصحابة الكرام والمبشرين بالجنة. وعليكم السلام يا نبينا. أحمد تقدر تعمل بس ميوت عشان الصوت يا أحمد، بس ميوت بعد إذنك. تفضل. مساء الخير على الاستاذ احمد، انا متابع للحلقه من ساعه ما بدات. مساء الخير، انا اول مره اشوفك بس تشرفنا. تحياتي اشكرك. انا ليا كم تعليق بس على الكلام اللي قاله الاستاذ احمد. من البدايه ادعى ادعاءات كبيره جدا وما اثبتش منها حاجه، يعني ادعى ان هناك اله وان هو يعلم الحق، وما قالناش هو ازاي يعلم الحق، يعني الحق المطلق اللي معاه ده ما قالناش ازاي توصل للحق المطلق. قال لك بالتفكير، لما طلب منه دليل مادي قال لك التفكير، بعدين لما طلب منه، لما جان قال له الكوبايه اللي قدامي دي دليل مادي مش محتاجه تفكير، قال له العقل الباطن مش عارف فين، او اللاوعي فين، ايه علاقه اللاوعي بالحاجه الماديه؟ ده انا مش يعني ما اعرفش ازاي، يعني ايه المغزى العلمي فيها، او فين الحاجه اللي في اللاوعي اللي بتعرفك الكوبايه او حاجه زي كده، مش عارف، مش قادر افهم الموضوع ده. الحاجة الثانية ادعى ان هناك علم في القرآن، علم كبير يعني، وبعدين حتى يعني تطور الادعاء لدرجة انه قال ان الكتاب اللي مبعوث من اله هو يصدقه عن الكتاب اللي كتبه انسان، لكن لان قد يكون الانسان هدفه التضليل،
أولاً يعني في كذا معضلة في الموضوع ده. أولاً أنت ما عرفتش تثبت لحد دلوقتي إن في إله أصلاً. لو عرفنا نتخطى الحاجز ده، إزاي نقدر نتأكد إن الكتاب اللي أنت بتقول عليه ده جاي من الإله؟ هل أنت شفته جاي من الإله؟ هل في فيديو مصور مثلاً أنت عرفت منين هو جاي من الإله؟ الحاجه الثالثه، ان العلم اللي انت بتشكك فيه او بتقول الانسان قد كتبه عشان يضلل بيه حاجه، يضلل بيه الناس، هذه العلوم بيعتمد عليها كل شيء في عصرنا الحالي. يعني العلوم الدقيقه الفضائيه دي، لو تسمع نيل ديجراس تايسون مثلا هو بيحكي لنا العلوم دي ازاي الرقم الصغير جدا ممكن يفرق في ان انت ما تعرفش تشغل آلة الكترونيه. يعني لو في رقم صغير بسيط ممكن اللابتوب اللي قدامك ما يشتغلش، لو في رقم غلط، لو في رقم واحد مضلل الأجهزة التتبع ما تشتغلش، الأقمار الصناعية ما تشتغلش. الحاجات دي كلها ما ينفعش إن أنت تغش فيها في ربع رقم، لأن لو غشيت في ربع رقم الحاجات دي كلها ستفشل في الحال. فما يقدرش أي عالم إن هو يكتب أي كلمة أو يعمل أي حاجة هو مش متأكد منها وما تمش تجربتها بدل المرة 50,000 مرة. فده العلم اللي أنت بتاع الإنسان اللي أنت مشكك فيه. العلم بتاع إلهك بقى على الناحية التانية الموجود في الكتاب، أنا عايزك تقول لنا، أنت يعني تحديت كتير، قول لنا حاجة علمية واحدة صحيحة في القرآن، حاجة علمية واحدة بس صحيحة. أنت ادعيت أن هناك العلوم كثيرة في القرآن، وادعيت أن الكعبة هي مركز الكون. عايزين نعرف الكلام ده أنت جايبه منين؟ يعني فين المعادلة العلمية؟ فين الكتاب؟ فين المجلة العلمية؟ فين البحث اللي أشار أن الكعبة هي مركز الكون؟ ممكن تطلعه لنا عشان نحب نستفيد. عايزين حاجة علمية واحدة بس موجودة في القرآن. موضوع اقرأ ولا تقرأ ودعاية للقراءة، هو الموضوع كله عبارة عن هوكس بوكس. يعني القصة كلها واحد قاعد في غار، طلع له واحد قال له اقرأ ما تقرأش، ما تفهمش طب يقرأ ايه؟ يعني هو كان جايب معاه ايه تقرأ؟ وازاي بيقول له واحد ما بيعرفش يقرأ ايه اقرأ؟ يعني اشياء غير منطقية كلها. ده بالإضافة لان هي ما فيش اي دليل عليها، يعني ما حدش حتى كان معاه في الغار شاف الكلام ده وحكاه لنا، هو كان لوحده. ادعاءات كبيرة جدا مفيش عليها دليل واحد، وده زي يعني الطبيعي زي اي دين. طيب جورج، الكمية الاديان بتعمل نفسها نفس الادعاءات، فعايزين شوية ادلة لو سمحت. جورج حبيبي اشكرك، وانا بدي اسال احمد السؤال بصراحة، يعني بس بدك تجاوبني بطريقة علمية، العلم اللي نحن بنفهمه مثل ما قلت، يعني بدنا ورقة وقلم، قل لي كيف انه الكعبة هي مركز الكون، اي دراسة علمية قالت هالشيء هذا، اعطيني ابحاث، اعطيني جامعات تكلمت اعطيني ابحاث حقيقية معادلة مثل الجاذبية. يعني الجاذبية اليوم انا لما بعمل هالقطعة هي تجي على الارض مباشر بدون بس ارمية فورا الجاذبية بتسحبها. اعطيني معادلة علمية انه الكعبة مركز الكون. تفضل يا سيدي. هلا انا اول شيء خليني ارد على الاخ، ما بعرف شو كان اسمه، جورج. هو جورج، وكان من ضمن جورج. من ضمن اللي قالوا انه انت دعيت الكعبه هي مركز الكون. اعطينا ابدا بالكعبه مركز الكون، واعطينا يلا واحده واحده. هلا اول هي وحده، اي اول وحده خليها خدها، يلا اول وحده. ايه. تفضل. تمام. هلا بالنسبه لموضوع انه الكعبه هي مركز الكون، انا بقدر بثبت لك انه من خلال القران اللي انت ما بتؤمن فيه، فموضوع انك تؤمن او ما تؤمن هذا الشيء برجع لك. فانا من خلال الابحاث اللي انت عم تحكي عليها بكل بساطه، يعني الارض هي الارض الام، هي مركز الكون، هي شغله يعني جدا بديهيه ويعني وسمعنا عنها اكثر من مره، لكن انا ما بيهمني قد ما بيهمني انه القران شو قال. لانه قلت لك انا بيهمني عند الاساس هو ايش، هو الكتاب الذي نزل من عند الاله. هلا ان صدقه الانسان او ما صدقه الانسان فهذا بيرجع للانسان. هاي شغله قلت لك انا من خلال الايات اللي بتحكي عن انه الارض هي مركز الكون. ف بالنسبه انا عندي في كثير بيانات مكتوبه مقروءه، فاذا هو عم بقول لك اقرا ما تقراش وكذا، فانت لا تستطيع ان تصل الى حقيقه ايا كان قيمتها الا من خلال الاطلاع. مستحيل، لن تستطيع ان تصل الى حقيقه الا من خلال ان تقرا. فكيف استطيع ان اثبت لك، ان اثبت لك الان، وربما قد لا يتسع لنا الوقت أن أثبت لك على سبيل المثال الأرض مركز الكون، لأن يعني هذه الكلمة كما قال صاحبنا يعني كلام كبير، كلام كبير، فيه أبحاث، فيه أمور. القرآن
الآن القرآن بين يدينا هو كتالوج الصانع الذي خلق كل شيء. في هذا الكتالوج يعلمنا كيف تم نشأ الكون، كيف انفتقت الأرض، كيف ستعود، كيف بدأ الكون نشأته، كيف سينت كيف فتقت. قل أبحاث علمية تفضل. هلا تمام، انا برجع بقولك شيف، انت اليوم لما رفضت فكره القران تلجا الى الابحاث العلميه، فانا هذه الابحاث العلميه حينما يختصرها الله تعالى لنا في ايه واحده، جمله واحده، اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. هذه الايه هاي انت يعني مالك مصدق فيها ومالك معتقد فيها، تختصر لك هذه الابحاث. الانفجار الاعظم الذي بما يسمى البيج بانج مختصر بهذه الآية، لكن لما أنت بدك ما تصدق بهذا الكلام فهذا الشيء يرجع إليك. وبالنسبة للأخ جورج عم بيقول لك أنه كيف يثبت وجود إله في الأساس هو لا يؤمن به، فأنا أرجع وأقول لك إذا لم تقرأ يا جورج فكيف أستطيع أن أثبت لك ما سوف أقوله؟ أنا بالكلام ربما لا أستطيع الآن أن أستدل. أنا لم أقرأه. ثواني أسألك الكلمة كذا مرة. لم تقرأ. إلا أنا ما قرأتوش. ممكن تقولي أقرأ إيه عشان تقدر تثبت لي؟ تمام. أنا الآن عندي أستطيع أن أعطيك بعض الأمور أو بعض البيانات تقرأها، وأنا أكفل لك وأنا كفيل بأن تتوضح لك كثير من الحقائق التي تجهلها. فالموضوع الأخ جورج، الموضوع بيني وبينك عبارة عن حوار شفاف. نحن حينما نجعل هذا الحوار من أجل أن أوصل لك فكرة وأخذ منك فكرة بكل بساطة سنصل إليها بكل بساطة ويسر. الدخان الموجود الآن عندي هذه الآية كتبتها، الدخان الموجود في الفضاء هو أكبر دليل على الانفجار. الدخان الموجود الان في الفضاء هو لسه ما قراتوش، معلش قول لي ايه اللي تمام. تعال بقى يا حبيبي قر، تعال تمام. انا الان استطيع ان اعطيك عنوان على المتصفح لك وللسادة المشاهدين، تستطيع ان تكتب سر نشأة الكون الامام ناصر محمد اليماني. انا كفيل بان الامام ناصر اسماني. محمد معاه ايه لا مؤاخذة، معلش يا حبيبي، ما انا مش هنقعد نقول كلام ملوش معنى. يعني الامام ناصر ايه مؤهلاته العلميه عشان يكتب عن سر نشاه الكون؟ هل الامام ناصر مثلا خريج تمام جامعات تمام خريج معاهد فضائيه تمام، هل اشتغل في ناسا؟ قال احدهم تكلم حتى اعرفك، فانا مهما قلت لن تعرفني الا ايش، الا اذا رايت الافكار التي احملها، العلم الذي احمله. فهذا الرجل بغض النظر عن من هو مؤهلاته العلمية، نحن نستطيع أن نختصر كل هذه الأمور من خلال الكلام الذي يكتبه والبيانات الذي يكتبها. نحن نقرأ بيان واحد نستطيع من خلاله أن نعرف من هو بكل بساطة. أنا كيف سأعرف جورج من خلال أفكاري الفاضل؟ أنا ما يهمنيش هو مين. أنا دلوقتي أنت بتقول لي هو كاتب في علم معين، أنت تسأل عن مؤهل، أنت تسأل عن مؤهلات علمية. يا أحمد ثواني بس يا جورج معلش دقيقة واحدة. أحمد حبيبي شوف، أنت قلت الزلمة كاتب بأبحاث علمية وكاتب بعلوم، طيب شو هي مؤهلاته؟ الزلمة عم بيسألك شو هي مؤهلاته العلمية اللي أو اختصاصه العلمي اللي كتب فيه هالعلوم هي، يعني شو هي العلوم اللي مختص فيها اللي كتب فيها هالعلوم اللي أنت عم تحدثنا عنها؟ تفضل. تمام، هلا راح نتصادم انا وانت بشيء، واللي هو انه انا راح اقول لك اليوم ان محمد عليه الصلاه والسلام كان اميا لا يقرا ولا يكتب، كان اميا لا يقرا ولا يكتب، وعلم اهل الارض هذه العلم من هذا القران. انت الان رافض هذه الفكره من خلال نبوءه النبي محمد عليه الصلاه والسلام. تمام، انت الان تضحك ليش؟ لانك غير متقبل لهذه الفكره، بل بالعكس لانك ضد هذه الفكره. فأنا حينما أقول لك تعال لنقرأ بعيدا عن أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي، تعال لنقرأ في هذا القرآن على أساس أنه كتالوج لصانع عظيم خلق شيئا معين، تعال لنتدبر في هذه الفهرس الذي
جعله لنا في هذا الكتاب. خلينا نتدبر. اوكي خلينا نتدبر ماشي. التدبر يا سيد الكريم. بس اديني فرصه الاستاذ احمد يتكلم اكثر من 5 minutes او اكثر. طيب خلينا هذا اعطيك فرصه بس على الرحله. تفضل تفضل جورج. تفضل جورج. وقال ان انا قلت ان الكلام ده كلام كبير. انا على فكره ما قلتش ان هو كلام كبير، انا قلت ادعاءات كبيره. في فرق بين الكلام الكبير والادعاءات الكبيره. الكلام الكبير كلام فعلا ليه وزن وليه معنى، انما الادعاءات هي مجرد ادعاءات مفيش عليها دليل. فاللي انتوا بتعملوه ده مجرد ادعاءات كبيره ومفيش عليها دليل خالص. ثانيا، لا قلت لنا ازاي الكعبه هي مركز الكون، ولا طلعت لنا اي حاجه علميه من القران، وبتقول لنا ان محمد ان انت يعني قلت الكلام ده للمره الثالثه، ان انت تؤمن بالقران اكتر ما تؤمن بالعلم، فاي علم انت تتحدث عنه الان؟ اذا كان القران هو مرجعك العلمي، فازاي عم بتكلمنا في العلم النهارده؟ انت الكلام اللي انت بتقوله ده كلام غير علمي بالمره، وانت رفضت العلم اصلا، فازاي جايه بتحتج بالعلم اللي انت رفضته؟ اولا انا ماني محتاج على العلم، بالعكس انا قلت لك انا اول شيء دائما نشجع ونحبذ ان ايش؟ ان نتفكر ونقرا في العلم ونتدبر. انا قلت لك ان اول كلمه قالها الله اصلا بتقول ان هو كلام غلط وان ده دعايات من العلماء. اسمعني ان انت اذا بتحتكم للقران ما بتحتكمش للعلم، ده كلام انا لازم هلا لازم ناخذ بقى كل واحد ياخذ 10 دقائق عشان كل واحد يتكلم براحته. ضروري احمد نحن نتناقش يا اخوي. لا ما لا انا بدي اكمل فكره يا جورج، انا بدي اكمل فكره وما بدي اقاطعني. اذا بدك تقاطعني عشان ما اكمل راح اعطيك فكره وراح اعطيك تخليك تكمل فكره، بس شغله واحده بدنا اياها منك. يعني نحن عم نطلب منك دليل علمي او بالعلوم، انت عم تروح تفكر وقرا وفلان قال وعلان قال. هي المشكله اللي عم نصطدم فيها. يعني نحن عم نطلب منك دليل علمي، دليل بحث ما علمي قرأته في جامعات مثلا. أعطينا أقول والله جامعة بوسطن مثلا طالعت بحث السنة الفلانية يوم الفلاني بتقول فيه كذا كذا كذا، روحوا بحثوا وراي. هذا اللي بدنا إياه منك يا أحمد. هو أنت المشكلة ما عم تعطينا ولا بحث علمي واحد ولا بحث واحد. يعني حكينا بمركز الكون الكعبة، بصرت تقول قلنا وما قلنا والقرآن وفيه كل العلوم، بس ما عطتنا البحث العلمي اللي الكعبة مركز الكون. شغلة تانية، يعني هلا أنا إذا قلت لك عم تقول لي روح على القرآن، طيب رحت على القرآن. في بالقرآن في الإسراء والمعراج، كلنا بنعرف أن النبي محمد طار على ظهر دابة ما بين الحمار والبغل. هل طيب إذا جينا علميا، عطيني بحث علمي واحد يقول إنه في الماضي كان في حيوانات تطير شبه البراق بين الحمار والبغل. عطيني، بدي بحث علمي، بدي شيء ملموس. قل لي في الصفحة الفلانية من جامعة مانشستر مثلا بتاريخ كذا طلعت هالبحث العلمي. هذا اللي بدنا اياه يا أحمد. لذلك عم تصير في هالتدخلات، لأنه عم تحكي لما عم تحكي انت فلان قال وعلان قال. والله نظرتي انا هيك، نحن ما بدنا نظرتك، نحن بدنا شو العلم بيقول، شو القوانين الفيزياء بتقول. هذا اللي عم يخلينا نتدخل كثير. فانا بعطيك الكلام كله والميكروفون لك، ولكن اعطينا ابحاث علميه ارجوك. تفضل. عندك الصوت. أول شيء نحن ما لنا ضد الأبحاث العلمية يا جماعة، هاي شغلة. الشغلة الثانية لازم تعرف إنه نحن في عنا كتاب أساس. فهذا الكتاب الأساس إذا من الأبحاث العلمية لم تتطرق بعد إلى ما في هذا الكتاب الأساس، هذا لا يعني أن نجعل الأبحاث العلمية مرجع وعندنا مرجع. يعني على سبيل المثال نحن كمسلمون لا نثق بالأبحاث العلمية بقدر ما نثق في القرآن. لماذا؟ مثل ما أنت عقيدتك بأنه لا يوجد إله، نحن عقيدتنا اسمع نحن عقيدتنا بأن هذا الكتاب كتاب الله، خلق الدنيا، خلق السماوات والكون، وجعل هذا الكتاب هو المرجع، هو بما يشبه بكتالوج الصانع الذي من خلاله نعرف كيف خلقت السماوات والأرض. اليوم
عندنا كثير من الآيات التي تدل على خلق السماوات والأرض و و و إلى ما هنالك. نأتي إلى البحث العلمي. مع تطور العلم والتكنولوجيا و و إلى آخره، إذا لم يتطرق إلى ما في القرآن، إذا لم يتطرق إلى ما في القرآن، هذا لا يعني أن القرآن فيه خلل أو يوجد نقيض، لأن الأسرار التي في القرآن إلى الآن لم تكشف. الآن أكلمك على سبيل المثال، لحظة. لا خليك رح خليك تكمل بس بنفس النقطة اللي عم تحكي فيها. إذا قلت لك إنه العلم تطرق ما فيه في القرآن، يعني نحن بداية الحديث أنت تطرقت لل كانتا رتقا ففتقناهما، وقلنا لك إنه العلم أثبت غير هيك يعني بالنقيض، ما له علاقة أصلا. يعني العلم الفيزيائي، القوانين الفيزيائية، القوانين الرياضية، يعني 1+1=2، وعلى أساسها أن اخترعوا الإنترنت اللي عم نحكي أنا وأنت من خلاله، والجراف اللي لابسها، المكانات اللي اخترعوها واللي سوت هالجراف اللي أنت لابسها، على أساسها القوانين هاي وشيء ملموس قدامنا. العلم تطرق لنشأة الكون، والقرآن تطرق لنشأة الكون، ولكن للأسف لا تطرق القرآن لا يشبه نهائيا ولا يموت بصلة إلى العلم. فهي موجود، العلم ما تطرق لما موجود في القرآن لا تطرق، يعني فهي فكرة. تفضل. تمام. اليوم في آية صغيرة بس نيوت من عندك، آية تقول في القرآن: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. يعني الله سبحانه وتعالى وعدنا بأن نرى الآيات المعجزات التي تكلم عنها، مثل على سبيل المثال كيف نشأ الكون. الله سبحانه وتعالى أخبرنا كيف نشأ الكون من خلال القرآن، ولكن نحن سوف نرى بالحق على الواقع الحقيقي كيف نشأ الكون. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الأرض هي حقا مركز الجاذبية، ووعدنا بأن نرى فعلا بالحق على الواقع الحقيقي كيف أن الأرض هي مركز الجاذبية. فكثير من الآيات تدل على هذا الكلام. البحث العلمي جاء ليوثق ما في القرآن وليثبت ما في القرآن، جاءوا إلى بعض الآيات، لكن يوجد كثير إلى في القرآن. الآن بحث واحد، أنا مالي مختص بالبحث العلمي في القرآن، أنا حاليا أدرس الكتاب الأصل. يا جوان لازم تركز علي، بحث واحد. افهمني هلا، هذا غلط في نظرك. أنا اسمع، اسمعني هذا الكلام في نظر العلماء المختصين. افهم يا أخي، افهمني، أنا لست باحثا. هلا هيك المقاطعة ما راح يستفيد فيها على فكرة، وبتقول إن الكلام ده صح، انت عرفت مين؟ طب افهمني. هلا لطالما عم نقاطع بعض هيك اكيد ما راح نستفيد شيء، والاساسا المناظره هي مع احمد حرقان، فانا بقدر بوقف لانه احمد حرقان ما شو اسمه، نحن في انتظار هذا ما احمد. يا الحوار لازم يكون في وقت، يعني هو زي المناظره، مش عشان واحد يحكي براحته. يا جان انا لما بدك، المشكله احمد بتعرف وين حبيبي؟ المشكلة انه نحن عم نقول لك بحث واحد، انت ما عم تعطي المشي، هي هون المشكلة. لما بتقول انت عم تقول طيب انا ماني عالم، طيب على تمام، ممتاز جدا. انا جيت معك، انت بدك بحث علمي، تمام، رح يصير في تبادل افكار الان. انت من شوي قلت لي ايش؟ من شوي قلت لي انه انا درست عن نشأة الكون، صح؟ وانا درست عن نشأة الكون، فانت رح تعطيني الدراسة اللي من خلالها أنت درست عن نشأة الكون، وأنا راح أعطيك الدراسة اللي من خلالها درست عن نشأة الكون، تمام؟ راح يصير في تبادل. أنا قلت لك بالأساس أنا في عندنا شيء اسمه تبادل أفكار. أنا جيت على هالمناظرة اللي هي أساساً مناظرة لحتى يكون في إيش؟ تبادل أفكار، ما يكون في والله هيمنة وإني أجيك من فوق أو هو يجيني من فوق. لا أنا نحن نحترمك أكيد، أنا أحترمك أكيد وأحبك كمان، بس ممتاز خاص علمية. تمام، حلو كتير، أنا معك في هذا الكلام. وأنا قلت لك وبرجع بذكرك وبذكر الناس اللي عم تسمع أنه أنا لأجل في كتير من الأفكار اللي أنت بتفكر فيها أنا وأيدك فيها، واللي هي تحمل العقل والمنطق، لكن هذا ما بيعني أنه نحن نستبعد الكتاب الأصل. أنا اليوم أنا عم تقول لك أنا عم بدرس بالكتاب الأصل، أنت عم تدرس بالكتاب الفرع، أنا عم بدرس بالأساس، أنت عم تدرس بالثانوي، فأنا رح يصير في تبادل أفكار. أنت خذ من اللي عم بدرسه أنا، وأنا بأخذ من اللي عم بدرسه أنت، وبنعمل عملية دمج أفكار وتطابق،
راح يتم من خلال اللي عم يستمعوا معنا. فانت مالش، انت بتعطيني من افكارك وانا بعطيك من الافكار، تمام. انت اعطيني من المنبع اللي عم تاخذ منه وانا بعطيك من المنبع اللي عم باخذ منه، تمام. وندمج افكار. اشكرك احمد، تمام. طبعا يعني انت لحد هلا من المنبع اللي اعطيتنا اياه ما في اي اثبات عليه، يعني ما في دليل علمي. لحظه هلا لك شغله بس المنبع اللي عم بعطيك منه انا، بس دقيقه، المنبع اللي عم بعطيك يا جون، بس الكلمه، بس مداخله صغيره. المنبع اللي عم بدرس منه انا، المنبع اللي عم هو انعكاس للبحث العلمي اللي حاليا يثبت ويتفق عليه، تمام. فانا ليش عم بقول لك، ليش عم بقول لك تعال نعمل تبادل افكار من خلال الشيء اللي عم تقرا فيه انا انت وبقرا فيه انا، خذ مني واعطيني، انا بعطيك من الشيء اللي عم بقرا منه وانت بتعطيني من الشيء اللي عم بقرا منه، وراح اصدق راح وبوعدك بهذا الشيء انه راح نوصل لبعض. طيب لانه ليش؟ لانه في بالنهايه اثنين بيني وبينك في شيء اسمه فكر، فلطالما عم نفكر راح نوصل لفكره انه ترضيك وترضيني. تمام، اوكي. اعطيني فكره باختصار بصراحه، ما بدي بس فكره واحده، اعطيني فكره بثلاث اربع كلمات وخبشان نفكر فيها. اعطيني فكره من القران، فكره علميه بثلاث اربع كلمات وعشان اعطي الميكروفون لاخوي جورج. هلا نحن كنا خلينا بالموضوع اللي عم نحكي فيه. لا بس دايا لا لا الفكره الفكره ما مش معني لك، بس لحظه انا طلبت منك فكره، بس خليك معي بالحديث لانه اخوي جورج كمان بدنا نعطيه فرصه يتكلم. بس انت قلت في افكار عم نتبادل، اعطيني فكره علميه بالقران مشان نتناقش فيها، بس فكره واحده اعطيني باختصار كم كلمه، قل لي الايه الفلانيه في فكره علميه كذا 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 مشان نتناقش فيها، بس هيك وبعدين نرجع نكمل، يعني ما رحنا نقفل الحديث يعني. تفضل. الميوت عندك، الميوت الصوت يا احمد، الصوت تمام هيك، تمام هيك، سمعني. تفضل 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 يا احمد، سمعني معك. هلا نحن اذا بدنا نطلع عن النص اللي كنا عم نحكي فيه، اساسا نحن كنا عم نحكي بنشأة الكون، فاذا انت بدك نتحول من نشأة الكون لشيء ثاني. يا احمد، يا احمد حبيبي، انت انا اعطيت لحظه انت فهمني، عم تقول لي اوكي بعدين عم ترجع تدخل مواضيع ثانيه. انا عم بقول لك فكره علميه، انت عم تقول في الكتاب الاصل هو القران وفيه العلوم كلها والناس هي اللي عم تألف هي الفروع، الكتاب الأصل. أعطيني فكرة علمية واحدة بشان نتناقش فيها، بس فكرة علمية قال لي بشان أقول له لجورج أعطيني رأيك فيها يا جورج، تفضل. تمام. هلا أنا في عندي آية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. هي بحد ذاتها فكرة علمية. تمام، أشكرك جزيل الشكر أحمد. جورج تفضل على هالفكرة العلمية هي، أعطينا شوف شو بالفروع طلع. تفضل تفضل جورج. طيب قبل الفكرة العلمية في حاجة برضو قالها الأستاذ أحمد، قال إن الله سيرينا الآيات، وإن هو في يعني هيرينا إن إزاي الأرض هي مركز الكون، وهيرينا إن إزاي الأرض هي مركز الجاذبية. بقالنا 1400 سنة ما وريناش، هو ناوي يوريها لنا إمتى؟ يعني عاملها لنا مفاجأة مثلا، حد يعني هشيلها في الكيس وهيطلعها من الكيس بعدين، عايزين نعرف هيورينا إمتى؟ يعني الكلام العايم سهل اللي هو ربنا هيبقى يوريك، أيوه إمتى؟ في معاد مثلا معين هو هيورينا فيه، ولا هو شايله 1400 سنة وهيطلعه إمتى؟ فين يعني المفاجأة؟ إحنا قاعدين مستنيين المفاجأة ما طلعتش يعني. ثانيا الطريقة اللي أنت بتتكلم بيها عن القرآن، ممكن على فكرة أي دين تاني يتكلم بنفس الطريقة عن كتابه، ففي الآخر هتضطر ان انت تحتكم الى العلم اللي مش عاجبك. لان لو جالك واحد مسيحي النهاردة مسك البايبل بتاعه هيقول لك ان لا هو ده الكتاب الحق وهو ده الكتاب الاصل، واي حاجة تانية تعتبر الفرق، وده الكتاب اللي جاي من الاله اللي خلق الكون، واي كلمة فيه تعتبر كلمة علمية، ولو العلم تصادم معاه يبقى هو ده الكتاب الصح. ايه الدليل؟ ساعتها انت هتقول له انا عايز دليل علمي، انت شخصيا اللي بتقول نفس الكلمتين عن كتابك برضه هتقول له انا عايز دليل علمي. عشان كده احنا بنقول لك احنا عايزين دليل علمي، لان دليلك العلمي اللي انت هتقوله هيخرسنا ويخرس اي دين تاني.
otherwise يبقى انت بتقول كلام في المحيط كلام في الواسع. طب تعالى اقول لك بقى الدليل العلمي ممكن اكمل اللي... عشان ممكن اكمل عشان انت خدت وقتك خليني اخد وقتي طيب. لان انت اللي طلبت الموضوع يعني في وقت يعني تمام انت اللي طلبت طيب طيب يلا طيب الحته اللي قلتها الانسان حمله وفصاله في 30 شهر وبتاع فين العلم اللي في كده يعني دي حاجه الناس بتشوفها من قبل القران حاجه حديثه حاجه من 1400 سنه بس الناس بتراقب الواحده وهي بتحمل وتلد من 200 الف سنه وفي علماء كتير جدا كتبوا عن الموضوع ده ارسطاطل وغيره كتبوا عن موضوع الحمل والجنين والرضاعه فالموضوع مش علم الموضوع هو ملاحظه اوليه ده مش علم ان انت تقول لي الواحده بتحمل في 9 شهور يا سلام طب ما كل الناس عارفين ان الواحده بتحمل في 9 شهور جبت التايهه مثلا ايه الجديد اللي انت قلته لان انت دايما تدعوا الاعجاز يعني انت اعجزت العلم او قلت حاجه معجزه يعني فين المعجزه في ان انت عارف ان الواحده بتحمل 9 شهور فين المعجزه ممكن اي حد من المشاهدين يقول لنا فين المفاجاه انا ما نسيتش المفاجاه اتفضل طيب يا سيدي هلا اول شغله انت ما ركزت علي هلا هون الله سبحانه وتعالى قال لك وحمله وفصاله 30 شهرا طب تعال احسب معي بقى المراه قديش بتحمل 9 شهور قديش بتربع سنتين تمام هذا في المنطق كل النساء بترضع سنتين على فكره الكلام ده أكيد غير اكيد 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 لكن لاحظ هذا الشيء من جديد صار لكن قديما كان كله يرضع حولين مش كله كان بيرضع سنتين برضه لان الطفل بيبتدي ياكل سوليد فود وهو عنده سنه فممكن يتفطم وهو عنده سنه تمام هلا هون لما بقول لك يعني في علم طب الاطفال أوكي. الطفل بياكل سوليد فود الطفل بيبتدي ياكل اكل غير اللبن من سن 6 شهور فممكن يجوز فطام الطفل لسن 6 شهور ممكن تاكله زبادي ممكن تشربه حاجات تانية ممكن تاكله اكل خفيف من سن 6 شهور سن سنه ياكل اكل المائده سوليد فود ممتاز هلا بما انك انت تماما ممتاز بما انك انت معارض الفكره اللي انا بقول لك عليها واللي هي انتبه انا ما راح انا بنهلال من خلال هذه الايه انا ما راح اثبت لك انه انا ما بيهمني اذا انت اقتنعت ولا لا انا بيهمني اوصل لك فكره هلا انا بقول لك انه هذا الشيء ارضاع الطفل كان حولين كاملين واللي هو عامين كاملين من قديم الزمان لكن الان يعني مع تقدم ما يسمى بالحياه الأطعمة اختلفت الحياه اختلفت الحليب كله ففي اختلاف لازم نراعي الاختلاف لكن سابقا ثق تماما ان كان الارضاع والفطام في عامين تمام لا يهم ان صدقت او لا انت خلينا اكمل لك الفكره خلينا اكمل لك خلينا اكمل جورج خلينا اكمل لك فربنا لما بيقول بس نفصل بين قديما وحديثا الموضوع ملوش علاقه بتطور الالبان الصناعيه الطفل تمام اوكي تمام كان بيطلع اثنين وهو عنده سنه وحمله وفصاله تمام وحمله وفصاله 30 شهرا يبقى الكلام ده لما علميا الكلام ده غلط ننقل على النقطه اللي بعدها نشوف نقطه ثانيه طب يلا اثبت لي انه علميا الكلام ده غلط ما انا اثبت لك اهو الطفل سن سنه بيطلع له سنان سن سنه واحده بيطلع له سنان يقدر ياكل سوليد فود يقدر ياكل لحمه مش محتاج انه يرضع فعلميا طيب الكلام ده خاطئ ننتقل لنقطه ثانيه بقى طيب يا خلينا بقى أقرأ لك هذا الكلام اللي مقتبسه من بيان الإمام ناصر محمد فتعالوا يا معشر علماء الطب أبين لكم التأويل الحق لهذه الآية وسوف تجدون تأويلها حقا بالعلم والمنطق على الواقع الحقيقي لقوم يعلمون ومنهم علماء الطب فلماذا قال الله تعالى حين تكلم عن الذكر قال بأن حمله 6 أشهر باستثناء 3 أشهر الأولى للحمل وذلك لأن هذا الجنين لم يتبين لكم يا معشر الأطباء هل هو ذكر أم أنثى بالرغم أنه قد مضى من الحمل 3 أشهر ولكنه لا ينبغي أن يتبين لأهل العلم هل هو ذكر أم أنثى إلا من بعد بداية الشهر الرابع وهذا شيء أنت بتعرفه يا جورج ومن بعد انتهاء الشهر الرابع يكتمل الجهاز التناسلي فيتبين الجنين وهذا الشيء أنت تصدقني به يا جورج ذكر فيتبين الجنين ذكر أمام أهل العلم بلا شك أو ريب إذا كان ذكر وإن لم يتبين فهو أنثى فإذا كان ذكرا وقال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وذلك من لحظة تبيان لعلماء الطب بأنه ذكر
وهو لا يزال في بطن أمه، ولأن كلام الله في منتهى الدقة والصدق، والآية تتكلم عن الذكر، عن الذكر وحمله، تتكلم عن الذكر وحمله وفصاله 30 شهرا، لذلك لم يذكر بعد أن تحدد جنسه ذكر كان أم أنثى، حيث أن 3 أشهر الأولى لا يتبين لأهل العلم هل هو ذكر أم أنثى، فقد يكون ذلك أنثى عند دخول الشهر الرابع، ولكن الآية تتكلم عن الذكر وحمله وفصاله 30 شهرا، وذلك من لحظة بدء الخليقة للجهاز التناسلي، وهذا اختصاصك، دخول الشهر الرابع. فانظروا يا معشر علماء الطب هذا السر العلمي في القرآن، كلام الرحمن الذي خلق الإنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. طيب خلينا نسمع رد. كلام خاطئ 100%. يا ريت تعمل ميوت شوي. كلام خاطئ 100%، الكلام ده كلام خاطئ 100%، ويا ريت أي دكتور سمعني دلوقتي يكتب في التعليقات عشان يؤكد للأستاذ أحمد الكلام. تبيان الذكر في الشهر التالي في الأسبوع 12 ده مورفولوجيكلي، وهو بيقول انه لا يتبين لاهل الطب الا في الاسبوع ال 12 او في الشهر الثالث، بنهايه الشهر الثالث مورفولوجيكلي بس، يعني من المنظر الخارجي. دلوقتي اهل الطب اللي مش عاجبين الامام تقدر تعرف نوع الجنين من اول يوم، من اول يوم في حاجه بتتعمل اسمها الاميوسنتيسيس، تقدر تاخد عينه من هذا الجنين في اليوم الثالث او الرابع وتعرف اذا كان ذكر ولا لا عن طريق الكروموزومات، بتعمل كروموزومال اناليسيس وبتظهر الكروموزومات بتاعته وتعرف هو ذكر ولا لا اذا كان يحمل كروموزوم واي. فالكلام اللي هو بيقوله ده خاطئ تماما تماما. وبرده ما ردلناش في الكلام على موضوع 30 شهر وعلى موضوع الرضاعه 2، ما ردش عليها. كل اللي قاله الطريقه المورفولوجيه، المظهر الخارجي، اعضاء الذكر اللي بيقول عليها بتتكون من اليوم الاول، لا تظهر في المظهر الخارجي الا في الاسبوع ال 12 اللي تقدر انت تشوفها بعينك، لكن داخليا القنوات نفسها اللي بتتكون تقريبا على الاسبوع الرابع بتكون اتكونت، الولفيان داكت بتكون اتكونت وبانت. انت لو خدت عينه من الجنين في اليوم الثالث او الرابع عشان بس ما تاذيهوش تقدر تعرف اذا كان الجنين ده ذكر او انثى. فالكلام ده خاطئ 100%. تمام. هلا هذا الكلام اللي انت عم تحكيه، معلش انا راح ايدك انه من خلال العلم وتطور العلم استطاعوا ان يحددوا، لاحظ، ان يحددوا جنس المولود من اول يوم، تمام. لكن ظاهريا مثل ما قلت لا يستطيعوا ان يحددوا الا من بعد نهايه الشهر الثالث، صح؟ وهذا ما يرنو إليه الله تعالى من خلال إيش؟ من خلال الإنسان الذي يرى. طيب محمد عليه الصلاة والسلام كيف علم أن هذا الإنسان في بطن أمه لا يرى ولا يحدد جنسه إلا من بعد 3 أشهر الأولى؟ طب ألا تقولون أن هذا القرآن هو كتابة محمد؟ لحظة يا أحمد لا تضحك علينا أرجوك. ما أضحك عليك، أنا جيت معك، أنا صدقتك، أوكي تمام أنا معك يا حبيبي أحمد. يا أحمد يا حبيبي سلام عليك يا عون الغريبي، يعني أقول لك النشيد يا قلبي أنا معك، أنا مالي معارضك. اسمعني شوي، إذا بدك تلجأ للقرآن، القرآن يقول لا يعلم في الأرحام إلا الله وسكت. أوكي ممتاز، اسمعني شوي خليني أكمل. تم الحكي هذا ماشي، لا يعلم بالأرحام إلا الله، حتى القرن العشرين لما أجوا أهل الإعجاز العلمي صاروا يحكوا فيه بعد ما طلع الغرب الكافر صار يكتشف نوع الجنين. يعني لو قبل 30-40 سنة أنا وأنت عم نتحادث مثلا نوع الإعجاز بقول لا نوع الجنين، راح تقول لي لا يعلم بالأرحام إلا الله. فهذا تمام، راح أقول لك شغلة. الله سبحانه وتعالى قال ولنبينه لقوم يعلمون، يعني يبين اعجاز واسرار القران لقوم يعلمون. طيب شلون خليني كلمه بس، هالكلمتين هل مرتبطه بنفس الايه؟ كلمه، هذه الايه بنفس الايه لحظه ام لا؟
هذه الآية ترتبط بكل الآيات التي تدل على الإعجاز الذي من خلالها يتوصل إليها الإنسان. يعني الله سبحانه وتعالى قال يعني لا يعلم بالأرحام إلا الله، تمام؟ وعلم العلم الأكوان، علم الأكوان، طب من نفذ من أقطار السماوات والأرض بهيكله وجلده؟ لا أحد، كله عن طريق أسباب، تمام؟ فهذا الإنسان لحظة اتخذ من هذه الأسباب فعلم. فالله تعالى قال لنبينه لقوم لا يجهلون، لقوم يعلمون. الله تعالى لم يقل لنبين لقوم يجهلون. أنا حينما أبين لك تكون أنت لا تعلم، لكن أنا حينما أبين لك وأنت تعلم يزداد إيمانك ويزداد بيانك ويزداد يقينك. فلذلك الله تعالى قال ولنبينه لقوم يعلمون وليس يجهلون. طب كيف تبين له لقوم يعلمون؟ ما ها اصلا هم يعلمون، شلون تبين له اياه يعني؟ يا عين عليك، هذا لحتى يزيد العلم يقين. هلا في شيء اسمه اليقين وفي شيء اسمه عين اليقين. لما انت بتكون فانت ها انت ضد هالفكره تماما. ليش؟ لانه الكتاب الاصل انت اساسا مالك مؤمن فيه ومستبعد يعني ومستبعده. اليوم انت بتعرف هي قداحه، ما هيك؟ هي اسمها قداحه، هي بيقولوا لها ولعه. انا طيب اذا بدي انت بتعرفها، انا رح اجي اقول لك يا احمد هي ولعه، طب انت شو استفدت يعني بهالحاله هي؟ انا اذا انت بتعلم هل هي اسمها قداحه وانا جيت قلت لك هي اسمها قداحه، انت شو بدك تستفيد يعني؟ شو الاضافه اللي انا اضفتها مثلا يعني الى قوم يعلمون؟ ما هم يعلمون خلص يعني هون يعلمون. الله تعالى لما قال ولنبينه لقوم يعلمون حتى يتبين لهم انه الحق. اللي عم ينكر واللي عم يدعي انه هذا الكلام باطل انه الحق، بيعرفوا انه الحق، شلون بدك تعلمهم انه الحق؟ هن بيعرفوا انه الحق. انه الحق مو اكتشافهم، انه الحق الكتالوج الصانع واللي هو القرآن. انتبه لحظة، لما العالم بيكتشف امر معين في 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 في, في الفضاء الخارجي وبيلاقي انه هذا الامر اللي تعب عليه وسهر عليه ودرسه وتعمق فيه موجود له ذكر في هذا القرآن، هو اساسا بيعرف. لحظه خليك معي يا جون، خليني اكمل لك الفكره. يعني شو الفكره؟ انت هيك عم تعطيني ما بيمشي الحال. عم بقطعك، الفكره وصلت. هلا انت نحن جبنا لك، انت عم تقول لي من القران وكانت رتقا ففتقناهما، عم بيجي العلم عم بيناقض كل هالنظريه، عم بيقول لك يا احمد الارض تكونت بعد 9.5 مليار سنة من نشوء الكون اصلا، يعني ناقض كل فكره القران هي، وترجع تقول لي انه بين. كيف بده يبين يعني؟ ما بين اصلا يعني، نقض هي العلم، نقض القران يعني. كيف بده يبين؟ ما بين شيء، نقض القران. العلم وطريقه نشاه الكون ناقضت القران. هاد انت بحثت من الزاويه اللي انت بتعجبك. انا على استعداد اني اجيب لك رابط، خليك معي ركز، اجيب لك رابط تتابع فيديو كيفيه نشاه الكون. واذا ما بيكون نفس التطبيق اللي موجود في القران هذاك الوقت انت لك الحق في ان تقول ما تشاء. من اي جهه علميه؟ هات لشوف من اي جهه علميه هذا الفيديو، هذا من اي جهه علميه؟ من اي مثلا؟ انا بحط لك الفيديو، انا بحط لك الفيديو. مركز بحوث سميه، انا ما بهمني المركز بحوث يا اخي. انا اساسا قلت لك الاصل عندي. فانا لما بصادف احد من 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 علماء الفضاء اكتشف هالاكتشاف وهو موجود عندي، فانا بزداد يقيني يقين. تمام، ما موجود، هن اكتشفوا النقيض القرآن يعني. تمام، هذا النقيض اللي انت عم تحكي عنه والاكتشاف النقيض، هذا من الزاويه اللي انت بدك تشوفها واللي انت بدك تطلع عليها من خلال تناقض هذا الكتاب. قلت لك انا على استعداد اني اجيب لك مقطع فيديو يثبت لك نشأة الكون بالدليل العلمي ومن خلال ابحاث علميه، وهذا يؤكد ما قاله الله تعالى انه خلق السماوات والارض، كانت السماوات والارض رتقا ففتقناهما، بكل بساطة يعني. هذه النظريات أوكي أنت بدك تجيب لي هالفيديو، أنت عم تقول لي العلم وترجع تنقض لي هالفيديو، هاي من أي مركز بحوث؟ أعطيني طيب الفيديو. هيك واحد مثلا أنا وأنت بنقدر نسوي فيديوهات يا زلمة، أي شيء يعني. هلأ إذا أوكي يعني إذا أنا مالي عرفان، بس دايما إذا أنا مالي عرفان مصدر الفيديو أو مركز البحوث اللي عمل هالفيديو، معناتها انا ما لازم احكي. اوكي، انا بعد الحلقه بحط لك رابط وانت تاكد وتحرى،
بس انا واثق تماما انه ما راح يعجبك. ليش؟ لانه انت لك اخذ زاويه معينه، من خلال هاي الزاويه انت تناقض كل ما جاء في القران، لانه اساسا ما بدك تتناقش في شيء اسمه قران، في مصداقيه قران، في وجود اله. ما اخذين زاويه، نحن ما ناخذين زاويه، نحن في جورج انا راح اجيك اعطيك صدقني يا احمد. لا لا انا يا ريت توقف لي الحوار، لانه الحوار انا بهالطريقه هاي ما بعجبني ابدا، وما بنتوصل فيه لنتيجه ايجابيه مطلقه. اذا بدك توقف طبعا هذا بعود لك، بس يا احمد نحن مو مساله انه نحن جايين نعاكسك ولا جايين. لا اسمعني بس هلا الحوار من خلال جون هيك عم بيصير. انت بتعرفني انه انا بالمناظره اللي قبلها مع الاخ حكمت، وبوجه له تحيه للاخ حكمت، كانت المناظره كثير شفافه وكتير إيجابية، عرفت علي شلون؟ وعلى هالأساس أنا بنيت المناظرات معك، لكن حوار إذا راح يكون بهالشكل ما راح نستفيد، أنا مشان ما تضيع وقتك وضيع وقتي. إذا بدك أنت تجي بس تحكي وتفرض رأيك علينا هذا كمان. أبداً 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 أبداً. أنا قلت لك أنت ابن حارتي وأنا أحترمك وأحبك بكل صدق أحبك. بس اليوم لما بتقول في شيء علمي أعطيني دليل، يعني نحن ما عم نحكي شيء خارج النطاق الحديث اللي انت عم تتحدث فيه، يعني بصراحة فنسيت من الفكرة اللي كنت احكيها. تمام تمام اوكي بعطيك دليل. انا هلا بقدر يا زلمة بقدر بعطيك الدليل، ما في مشكلة، بحط لك انا رابط فيديو تابع انت والاحباب الموجودين على الفيديو. ناخذ الرابط ونحطه تحت بالتعليقات ولا يهم، وخلي الشباب كلهم يشوفوه، الشباب بده يشوفوه بالتسجيل. بس الفكرة انه نحن عم نتحدث ومانا ضد بعض ومانا جايين نظهر انك غلط او ان نحن غلط تظهرنا نحن غلط. الفكرة انه هذا اللي عم بصير. بالعكس يا احمد في بالعكس يعني هلا انت ايه بس هلا جورج يعني جاي مثل اللي واحد بده يظهر انه انت كلياتك غلط انت ودينك وكل معتقدك، عرفت؟ يا احمد انا ما عم بدي اياك تظهر غلط لا انت ولا دينك، بس انا بدي اياك تظهر لي بدلائل. هاي النقطة اللي بيني وبينك اللي ما عم تقدر توصلنا إياها دليل واحد. أنا وصلتك عليها يا جار، أنا وصلتك عليها دلائل. تمام، أنا عندي دليل علمي، أنا عندي دليل علمي من اكتشاف البشر، وعندي دليل معنوي من كلام الإله عز وجل. يا حبيبي بس خليني أكثر من هيك شو بدك؟ بس خليني أكمل كلمتين على بعضه. ما بدي أكثر. كمل يلا. يعني طالبناك بحث علمي ما جبت، لما قلنا لك انه رح اجيب لك. طيب خليني اكمل كلمتين يا زلمه، شو بك؟ بس خليني اكمل كلمتين، رح تجيب لي ايمت بعد ما نموت يعني. بس هلا بالتعليقات رح احط لك يا احمد. خليني اكمل كلمتين يا احمد حبيبي، تفضل. قلنا لك لما قلنا لك العلم بيقول غير القرآن، أول شيء قلت القرآن والعلوم هو الأصل. لما قلنا لك غير القرآن قلت لي هاي الزاوية اللي أنت بدك إياها، نحن مو هاي الزاوية اللي بدنا إياها، هاي العلم الحقيقة بتقول هيك. علم أنا راح أثبت لك إنه هاي الزاوية اللي أنت عم تنظر منها، وفي زوايا كثير أنت ما نظرت منها. أحمد ما بيصير هيك، أرجوك يا بدك تخليني أكمل بعدين أعطي الدور لأخوي جورج يحكي، يا بنوقف الحلقة كلها يعني. هو لو يصير تنظيم أحسن، بس خليني أكمل كلمتين، خليني أكمل جملتين فوق بعضهم وأعطي شوية دور لأخوي جورج أرجوك أحمد. فلما قلنا لك إنه الكون نشأته غير اللي بيقوله القرآن كامل، صرت تقول لي إنه أنا شايف الزاوية، أنا ماني شايف من هالزاوية هاي. في علم بيقول، في علماء فيزياء درسوا حياتهم كلها قضوها بالجامعات وسووا دكتورات عليها وفيزياء وكيمياء ورياضيات، وتعبوا بشكل كبير حتى وصلوا لهالنتائج هاي. انت عم تقول لي انا مش شايفه من هالزاوية، انا بالعكس ما شايفينها نحن من هالزاوية، نحن شايفينها كما يقول العلم، كما تدرس بالجامعات العالمية. هاي وحدة. خلينا ناخذ جورج. تمام، لا انا بدي اعلق قبل ما يحكي الاخ. لك يا احمد مو كل لا ما بصير. هلا جورج هو ضيف بالحلقة. ليش بالحلقة؟ تمام، لحظة. لا اوكي، هلا على اعتبار انه احمد حرقان ما كان موجود، انا وانت محاولين. بس عايز اقول حاجه، الضيف الدخيل لازم يتقيد بالوقت الفراغ. انا في عندي فكره راح اكمل لك اياها، واللي هي انه انت، انا باكد لك انه انت
ما راح نتفاهم على بعض، خليني بس اكمل لك هاي وخذ راحتك انت عشان تفهم كلمه بس انا لازم احكي لازم احكي هاي. الشيء اللي انت عم تحكيه يا جون، الشيء اللي انت عم تحكيه، انت عم تقول انه انا ماني شايف من نظره، انا هذا الشيء بالعلم بالواقع من خلال شيء يدرس بالجامعات، تمام. انا طيب انا هذا الشيء اللي راح اجيب لك اياه واحط لك رابطه هلا تحت بالوصف بالتعليقات، هذا منين؟ اليس يدرس بالجامعات؟ الم يتعب عليه؟ الم يكتشف؟ الم يعني يعترف به علماء؟ ليسوا بمسلمين؟ طيب طب انت طب لحظه، اذا انت هذا الشيء ما عم تعترف فيه، انت اصلا بالدليل العلمي ما عم تعترف. ليش؟ لانه في دليل علمي خاص فيك معتقد فيه، واللي هو اساسا مبني على انه فكره صاحب هالفكره هي اساسا لا يؤمن بالله. ففي دليل علمي ايضا، دليل علمي ملموس من خلال شيء متعوب عليه يا جون، لكن يناقض فكرتك، فكيف انت لا تقتنع فيه؟ طيب اوكي، وصلت فكرتك، تفضل جورج. يا استاذ احمد انا مش يا ريت تعمل ميوت، بس تعمل ميوت مشان اخونا جورج يعرف يحكي. انت بتقول ان انا داخل اهاجمك وان انا داخل اطلعك انت غلط ودينك كله غلط، انا ما اعرفكش على فكره عشان ادخل اقول ان انت غلط او مش غلط، ويعني قلل الاحترام ليك. يعني انا ما عنديش اي حاجه شخصيه بيني وبينك، احنا ما قسمناش الورث مع بعض. لا يا احمد، انا ما بقول لك انت عم تقلل الاحترام، لا، انت رجل محترم، لكن انت في عندك فكر بدك تحاول توصل فيه بدك تحاول توصل لي اياه بالعافيه. انا مش بوصلك، انا اللي انت افهم علي. انا انت قلت يعني قلت جمله، انا احترمك كانسان، احترمك كانسان مثقف، في رابط الانسانيه بيني وبينك، رابط الدم، رابط هذا انا احييه، سواء كنت مؤمن او ملحد هذا الشيء بيخصك انت، لكن انا كان في عندي فكره واللي هي انه في افكار لازم ان اخذ منك. انا داخل غلط دينك، انت صح اللي انت بتقوله ده صح، يعني النقطه دي في الحوار صح. انا ايوه انا في نظري دينك غلط، وانا داخل اطلع الغلط اللي في دينك، لكن انت شخصيا انا ما فيش بيني وبينك اي حاجه، يعني انا مش داخل اهاجمك انت شخصيا. حلو، انت لما عم بتلاقي انه في غلط بهذا الدين، انا عم بحاول اني اوضح لك هذا الغلط، فانت ما عم ترفض. لا لحظه، انا ما رفضت، بس لحظه، انا لما قلت لك انا لحظه انا لما قلت لك هلا قلت لي منه معلومات، على قلت لك على قلت لك على لما قلت لك على نشاه الكون، وقلت له لجان على نشاه الكون، فانت من خلال هذا الشيء انت عندك استعداد قبل ما تحكم في هاي النقطه اللي انت اساسا حاكم عليها من قبل، عندك فرصه انك ترجع تفكر. لكن انا برجع بقول لك، للاسف في شيء، في نقطة وحلقة مفقودة بين المؤمن والملحد، إنه المؤمن عنده فكر معين بده يوصله للملحد يعني بالعافية، والملحد كذلك الأمر، مشان إيش؟ مشان في تصادم أفكار. وعلى فكرة لا لك شغلة يا أحمد، بس كلمة أنا على سيرة أحمد حرقان، أنا تابعت أحمد حرقان، بس خلوني يخدموني بهالكلمة حبيبي. ممكن نعطيه فرصة لجورج يحكي؟ أرجوك، آخر فرصة، آخر فرصة بحياتك، آخر فرصة، بس كلمة صغيرة. احمد حرقان انا تابعت له مناظرات، اسمح لي فيها ابي، اسمح لي فيها. لك ما بيصير يا احمد، خلص ارجوك اخر دقيقه، بس اخر دقيقه بتكمل، والله ما طايرين نحن، يعني خلي اخوك لك بس اخر دقيقه، في فكره صغيره بس، معلش بعدين بيحب تحكي، يعني الحكي ما راح يطير، ما كل الحديث ما تكون لك، يعني ساوي ميوت يا ريت. اوكي، برضه نرجع لنفس النقطه تاني، انا مفيش بيني وبينك اي حاجه عشان غلطك انت. انا الحاجات اللي انت قلت عليها في دينك وادعيت ان فيها علم سالتك عليها، ما جبتش عليها دليل. انا ما اتكلمتش في موضوع نشاه الكون لسه، الكلام ده احنا لسه ساكنينه على جنب، احنا اتكلمنا بس في الحته اللي انت قلتها، وقريت لي مرجع من مراجع الائمه وقلت لك الكلام ده علميا خاطئ، فانت سبت الموضوع ورحت اتكلمت في نشاه الكون. عايزين نرجع للنقطه دي تاني، نقطة الثلاث شهور والحمل والكلام اللي انت قلته كله غلط، الراجل اللي بيقول الكلام ده غلط، الكلام ده علميا غلط، فعايزين نعرف ايه الدليل. قلت لي في الاخر ان الله بيبينه لقوم يعلمون، يعني ايه يعلمون؟ طب اذا كنت انا عارف انت جاي بتقول لي ايه زيادة، طب والذين لا يعلمون يروحوا فين؟ ويبقى اعجاز ازاي اذا كنت انا عارف حاجة فانت جاي بتقولها لي؟ وفي الاخر طلع الكلام برضو غلط، يعني هو بيبين حاجة خاطئة للذين فعلا يعلمون، بقى هم يعلمون ان الكلام ده غلط، يعلمون ان الكلام ده مش مظبوط، يعلمون ان مفيش حاجه اسمها 30 شهر، مفيش حاجه اسمها الطفل بيرضع سنتين، يعلمون ان الكلام ده خاطئ تماما. عايزين تبريرات للكلام ده، اشرح لنا الكلام ده يا استاذ احمد، ما نعديش الموضوع، اشرح لنا النقطه دي. طيب على كل حال، يعني ايه الله تمام. لا يعلم اللي في الارحام الا الله، وبعدين نكتشف بعد 1400 سنه ان الناس بتعرف اللي في الارحام من قبل ما يبقى في الارحام.
تمام. لما رب العالمين قال لك ولنبينه لقوم يعلمون، انت مركز معي، قال لك لقوم يعلمون يعني من اهل العلم. طب يبينه ليه؟ صح، انت كلامك محله. ليه؟ حتى يتبين لهم انه الحق. بكل بساطه هذا الجواب. طب ما هو تبين ان هو مش الحق، تبين ان هو غلط. انا برجع بقول لك اذا انت تمام، اذا انت مثل جون، صار لك عندي بدال الرابط اثنين، راح احط لكم اياه بالوصف، وانت تتابع الرابط تبعك وجون تتابع الرابط تبعك. لاحظ يا جون، انا لاني مختص بجراحه، ولاني طبيب، ولاني بهذا بطب الاطفال حتى اشرح لك، ولاني عالم فلك، لكن انا في عندي شيء برجع بستند عليه، واللي هو ايش؟ كتاب الاصل، كتالوج الصانع، واللي هو كتالوج الاله، كتاب الاله اللي من خلاله انا ادرس الاصل. اتفضل اشرح لنا، عرفت منين ان ده الكتالوج الصح؟ عرفت منين؟ ايه الدليل ان هو ده؟ انت بتقول ان هو ده كتالوج الاله، عرفت منين ان ده كتالوج الاله؟ يا سيدي انا بالفطره لما امنت في هذا الكتاب وفطرني الله على هذا الكتاب او على هذا الدين عفوا، الطفل المسيحي اللي اتفطر على ان الكتاب المقدس هو الكتالوج الاله، ازاي تقدر تقول ان ده غلط وان كتابك هو اللي صح؟ هلا هذا الشيء يستطيع الانسان ان يحكم به في عقله. لا اعطيك مثال بسيط، الله سبحانه وتعالى قال، يصف حال اهل النار، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. ركز معي بس، لما الانسان بيسمع او بيعقل يعني ايش؟ يعني يعقل ويتدبر ويفكر. انا حينما اكون مسلم، ليس كل ما اعتقد به الان انا هو ذاته الذي يعتقد به محمد عليه الصلاة والسلام. ليش؟ في خلل، في خطأ. فماذا علي أنا كمسلم؟ علي أنا أن أتدبر في عقيدتي، في الشيء الذي أؤمن به، هل هو كما يريد الله تعالى؟ ليس كل إنسان مسلم هو حقا يعتقد بما يعتقد به النبي محمد، وليس كل إنسان مسلم يعبر عن الإسلام ويعبر عن القرآن. هذه المشكلة الذي يعني أحدثت شرخ بين العالم الإسلامي وغيره. فالمصيبة والطامة الكبرى حينما يأتي إنسان مسلم ويرتكب جرما عظيما، ينسبونه إيش؟ إلى الإنسان، إلى الإسلام، لا ينسبونه إلى هذا الإنسان. فأنا حينما أقول على سبيل المثال أن الملحدين كلهم مجرمين، هذا أنا أناقض نفسي، لأن الملحدين بنهاية الأمر هم إنسان، كلهم بشر، يعني بغض النظر عن فكره، بغض النظر عن اتجاهاته، بغض النظر عن افكاره، هو انسان. بيني وبينه رابط الاخوه في الدم، شئت ام ابيت. هذا الكلام انا اردت ان اتطرق الى احمد حرقان ولم تسمح لي، ساتطرق الان الى احمد حرقان. احمد حرقان تابعت له اكثر من مناظره بشكل سريع حتى اعرف من هو احمد حرقان. صدمت للأسف أنه حينما يواجه أحمد حرقان، يواجه مع شيخ مسلم، يعني ترى أحمد حرقان يريد أن يثبت لهذا الشيخ المسلم أن دينه كله على بعض غلط، وهذا الشيخ المسلم العكس صحيح، يريد يثبت لأحمد حرقان أنه كله على بعض غلط. أنا قلت لك من قبل أن هناك أفكار يجب أن نتفق عليها ونتآلف عليها، حتى من خلال هذه الأفكار أوصل لك فكرة معينة بعيدا عن الإسلام، بعيدا عن شيء، كإنسان. حينما نتفق أنا وأنت كإنسان، كإنسانيون على فكر معين، العقدة والحلقة المفقودة التي سوف نجدها الآن، أن المسلم بنظره أن الملحد دمه مهدور، والملحد في نظره أنه لا يمكن لو تطبق السماء على الأرض أن يعود الإسلام. ليش؟ لأن دمه مهدور. هذه الحلقة التي أحدثت طبعا بسبب عدم فهم الملحد للإسلام وعدم فهم المسلمين للإسلام. تمام؟ أنا حين اسمعني شوي يا أحمد، لا الملحد فهمان الإسلام ولا المسلم فهمان الإسلام، دخيل ربك بس قال لي مين فهمان الإسلام. طيب مين هو اللي يمثل؟ أحسن. تمام، هلأ بلشنا نحكي صح. اللي فهمان الإسلام مين؟ أنت. الذين يتدبرون ويتفكرون ويستمعون من قبل أن يحكموا. طبعا أنت وشو اسمه هذا إمامك اللي تسمعون وتتدبرون طبعا بكل فخر.
ليش؟ لأني لحظة يا لحظة يا جون. طيب فهمت الإسلام؟ أنت شخص صلى فهمان الإسلام، أنت حكيت وأخذت وقتك أحمد، خلينا نتناقش يعني. أنت أخذت وقتك وفهمت الإسلام وكل شيء، قل لي بربك الأعلى اللي بتؤمن فيه، كيف تطير الدابة؟ أعطيني دليل علمي يا أحمد، أعطيني بحث كيف تطير الدابة. أنت فهمان الإسلام اليوم، وانت بما انك انت والايمان تاعك بتمثلوا الاسلام الحقيقي النظيف العلمي وكتاب علوم كتالوج كما قلت، اعطيني تفسير كيف تطير الدابة، تفسير علمي ارجوك تفضل. تمام. هلا موضوع التفسير العلمي، انا حينما اقول لك معجزة من الاله من اجل هذه المعجزة، لحظة انت الان تستعمل هذا الكلام ليش؟ طب خليني الدليل العلمي ما فيه يعني. معجزه ما فيه معجزه، الدليل العلمي اسمعني. واضح لي يا احمد، يا احمد لا ارجوك، نحن ما لنا اطفال تضحك علينا وتقول لي اعجاز. انا بحكي لك لا يعجز شيء، شئت على كيفك، هذا الشيء برجع لك. برجع لي، عقلي لا يعجزه شيء نهائيا، انا عقلي لا يعجزه شيء، لا معجزه تدعي انت معجزه، هذا يعجزك انت لا يعجزني انا. ولكن أنا أقول نحن في رابط بيناتنا أفكار، أعطيني دليل علمي. بس كلمة معجزة هاي بتخبيها لك وبتخبيها مثلا للمؤمنين اللي أصدقائك اللي بتعرفهم، المؤمنين هاي كلمة معجزة هاي بتخبيها لهم، بس إلي لما تحاكيني أنا كملحد بدك تجيب لي دليل علمي كيف تطير الدابة بدليل علمي أرجوك تفضل. برجع بالك يا جون، هلا انت هاي الفكره، هاي الفكره، انا لما بحكي لك عن شيء معين، انا لما اؤمن بشيء معين انت غير مؤمن فيه، من سابع المستحيلات، اسمعني، من سابع المستحيلات انك تصدق بهذا الشيء. انا لما اؤمن بان الله على كل شيء قدير، تمام، وانت غير مؤمن بهذه الجزئيه، انت هنا ايش تتطرق الى ان تطلب شيء ملموس. بكل تأكيد. شوف طيب، أنا مؤمن اليوم أنه جلدة الحنفية هي اللي خلقتنا، تمام، وأنا أقول هي معجزات جلدة الحنفية، هل ستصدقني؟ هذا الشيء يرجع لك أنت. أنا نعم بلا نعم. بغض النظر عن الفكرة، أنا بفكر إذا شيء ناسب عقلي خير وبركة، ما ناسب عقلي أنا لي حرية الاختيار والتفكر. طيب أنا حينما طيب أقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج إلى السماء، أنت هذا الشيء ما ركبت في عقلك، فهذا الشيء يرجع إليك. طيب أنا ماني مسؤول إذا أنت صدقت أو ما صدقت. العقل يا أحمد، أوكي، جلدة الحنفية، قال لك شغلة، جلدة الحنفية ساوت فيل، وأنا بصراحة أنا شخصيا رحت تكلمت مع الفيل هذا، قلت له يا فيل كيف حالك؟ قال بتروح من هون لأرشك بالمي، ماشي. كلمني الفيل بصراحة، وهي من خلطة جلدة الحنفية، هل يدخل هذا الكلام عقلك؟ هلا إذا هذا الكلام دخل عقلك بنعم أو لا، هل يدخل هذا الكلام عقلك؟ ما بصير تحدد الإجابة، أنت الإجابة مطلوبة مني أنا. أنت لما عم تقول لي إنه في حمار طار أو دابة بين الحمار والبغل طارت، وعليك أن تؤمن بها. لا 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 لا، وقف 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 وقف. أن تؤمن أو لا تؤمن، هذا الأمر يتعلق بك أنت، أنت الوحيد الذي تقرر أن تؤمن أو لا تؤمن. انتبه، أن محمد عليه الصلاة والسلام عرج إلى السماء، هذا الأمر يرجع أن تصدقه أو لا تصدقه، هذا شأنك. أعطيني دليل علمي على أنه عرج إلى السماء. هذا الدليل، هذا الشيء بالنسبة لي لا يحتاج إلى دليل علمي، لأني أساسا مؤمن بأن الله على كل شيء قدير، تمام. فأنت ما لك مؤمن بأن الله على كل شيء قدير، هذا الشيء بيرجع لك يا جماعة. يعني برجع فأنا لحظة أوصل لك فكرة، أنا ماني مستعد ولا 1% كلمة، ماني مستعد ولا 1% أثبت لك بالدليل العلمي أنه محمد عرج إلى السماء. ليش؟ لأنه إذا بدي أثبت لك لازم أقنعك، فموضوع الاقتناع هذا لازم يكون اساسا نابع من قلبك، من نيتك انت. فاذا انت حبيت تقتنع، لحظه خلينا اكمل لك فكره، اذا انت حبيت تقتنع كان بها، ما حبيت تقتنع كل انسان مسؤول عن نفسه، وكل انسان حر بتفكيره،
فلهيك لهيك لحظة لهيك رب العالمين جعل الإسلام هو الدين الديمقراطية الذي يضمن للإنسان حرية اعتقاده. حبل لك تعبد الله ما حبل لك تعبد الله هاي شغلة ترجع لك. هذا أنت والإمام بتاعك ممكن تقولوه بين بعضكم بس قلنا لا, اسمعني لا, 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 لا لا هذا كلام لما بتشوف أنه خالفنا بغير محلات ممكن تقيم علينا الحجة. أنا أتفق معك أن هذا الكلام يخالفه علماء الأمة. نعم أتفق معك علماء لكن ليس هو الحق وليس علماء بعلم بعيد عنه. على كل عم تقول ديمقراطية وغير ديمقراطية هذا بتقول بينك وبين الزاوية أنت وأصدقائك. ولكن لا لا أنا هذا الشيء عارضك فيه. لا 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 لا, لا. أحمد معلش لا لا أوكي خليني أعطيك. أنا هذا الشيء قايل لك يا من زمان مو من هلأ وأنت بتعرف هذا الشيء تمام. معلش تعطيني فرصة نحكي. المسلمين اليوم الأغلبية الساحقة محللين دمنا وتهديدات القتل تجيني يوميا. فمسألة الديمقراطية بتحكي إلى أصدقائك المسلمين. اسمعني شوي لحظة معلش نحكي. طيب معلش كمان يكون الحديث أخذ عطى مو لك بس. فمسألة الديمقراطية بالإسلام والإسلام اللي بنعرفه والمسلمين هذا برجع لك ولأصدقائك وليس إلنا. يعني تحكي لأصدقائك مثل ما قلت والإعجاز هذا الإعجاز كمان بترجع لك ولأصدقائك. الدليل العلمي الدليل العلمي لما أنا أجي أقول لك اليوم هل الضاحة هاي خضرة بجيبها لعندك ونجيب 10 شهود يشوفوها خضرة. ولما بقول لك مثلا إذا طبيتها من فوق الجاذبية رح تسحبها فورا بجرب لك إياها قدام عينك. بس تجي تقول لي آمنت وما آمنت لا يوجد عقل يتقبل عقل. أنا أقول عقل يعني عقل يعتمد على التجربة يعتمد على البرهان العلمي يتقبل أنه في دابة بين الحمار والبغل يطير. فهذه هي الفكرة اللي بدنا نصل لها. طيب أنا أعطي فرصة لأخوي جورج وبصراحة يعني ناخذ كلمات أخيرة لأنه الوقت طلع وصار أكثر من ساعة ونص. فجورج كلمة أخيرة بتحب تقولها. أحب أقول إن الأديان كلها تقدر بتدعي نفس الادعاءات وهم مع نفسهم لما بيتكلموا مع بعض. يعني لو لقيت واحد مسلم قاعد بيتكلم مع واحد مسيحي أول حاجة هيطلب منه دليل علمي على اللي هو بيقوله لأنه بيدعي تقريبا نفس الادعاء. لكن لما يجي يتكلم مع واحد ملحد يقول لك لا أصل أنا ليا اليد العليا أصل الكتاب ده كتاب الإله أصل الإله بعته. طب إيه الدليل؟ لا مفيش دليل. هو ده الدليل إن أنا بقول لك كده. الكلام ده كان ينفع يتقال للناس زمان من 1400 سنة لأن الناس they didn't know any better ما كانوش يعرفوا أفضل من كده. كانوا بيصدقوا اي واحد يطلع على جبل ويرجع يقول لهم ده ربنا ظهر لي في شجره مولعه نار. فبدل ما ياخدوه على مستشفى الامراض العقليه كانوا بيفتكروه نبي. لما واحد يجي له حاله نوبه صرع قدامهم ويقع ويغرغر في الارض ويغطوه كغطيه اللي مش عارف ايه كانوا بيفتكروه نبي وهو مسكين عنده نوبه صرع. فاحب اقول للاخوه المتدينين كلهم لا تستخفوا بعقولنا. لما تقول تدعوا الدعاء يجب ان يكون عندك بدل الدليل 10 لان انت مش بس بتدعي ان انت عندك دين ده انت بتدعي انك تعلم اله الكون خالق الكون وعندك كل العلم واليقين ان خالق الكون ده هو اللي بعت لك الكتاب ده. فالمفروض خالق الكون يكون ادالك بدل الدليل 10. لما تيجي تقول لنا ان في خالق الكون قال كذا لازم يكون على الكلام ده 50,000 دليل. لما اجي اقول لك النهارده الشمس بتطلع انت تقدر تشوف الشمس بعينك. المفروض دليل اله الكون اللي عايز الناس كلها تؤمن عشان ما يعذبهمش في النار كان ساب لنا بدل الدليل 50,000 دليل بما لا يدع مجالا للشك. لكن لما يسيب الموضوع عايم بالطريقه دي ويسيب الموضوع على حسب بقى فهم الناس وفهم الناس للنصوص ومين فسر الكلام صح ومين فهم الاسلام صح ومين فهمه غلط معلش يعني هذا طرح فاشل. هذا طرح اله فاشل فشل في ان هو يوصل اخر رساله للعالم بما لا يدع مجالا للشك وساب الموضوع عايم سداح مداح. اللي يعرف يعرف اللي ما يعرفش ما يعرفش بيفهم يفهم اللي ما فهمش ما فهمش. كل 10 واخدين لهم جنب وعاملين نفسهم فاهمين الاسلام اكتر من 10 التانيين. شكرا. اشكرك جورج اشكرك جزيل الشكر. احمد انا اعتذر منك عشان اخونا احمد حرقان ما اجى وبصراحه يعني اعتذر لاصدقائي المتابعين وكل اصدقاء اهالينا المسلمين كمان وكل الناس اللي كانوا منتظرين أخونا أحمد حقانكم في المناظرة وكنا نتمنى تكون مناظرة ولكن صار حوار يعني وآسفين كتير. أحمد حبيبي
يعني ما تأخذنا إذا صار في شد وأخذ وبس، هو حوار صدقني ليس أكثر. كلمة أخيرة ولا يهمك، تفضل. شوف أنا جان لك وللأخ جورج ولكل المشاهدين بوجه لكم دعوة لحتى نقرأ ونتفهم الإسلام. برجع بقول لك الإسلام قال الله وقال الرسول، فهم الناس للدين ليس هو الدين. المشكلة أن الأخ جورج يقول أنه يوجد أكثر من دليل، يجب أن يكون أكثر من دليل، وهذا الشيء لازم يكون من بعد التفكر والتدبر. كيف تستطيع أن تحصل على دليل من غير أن تقرأ وتتفكر وتتدبر؟ أنت قرأت في زاوية معينة تريدها أنت، من خلال البحث العلمي في زاوية معينة تريدها أنت، قدمت لك طرح علمي، سأقدم لك طرح علمي رفضته لأنه ليش يعارض البحث العلمي الذي أنت اقتنعت به. على كل حال هناك أفكار، من خلال هذه الأفكار سنصل إلى بعضنا البعض بعيدا عن الحلقة المفقودة، وهي كما قلت أن الملحد في نظر المسلم أنه يعني لا ينبغي أن يكون هذا الإنسان على حق، والعكس صحيح. لكن حينما نتخلى عن هذه الأفكار ونتكلم مع بعضنا البعض على أساس أننا إنسانيون بشر بعيدا عن الأفكار عن المعتقدات التي نعتقد بها، أنا أدعوك لأن تقرأ فقط في بيانات هذا الرجل الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، اقرأه وأنا أكفل لك إذا كنت حقا باحث عن الحق وتريد أن تتحقق إن الإسلام هو دين الله الحق. أنا أدعوك وأدعو السادة المشاهدين إلى أن تتدبر وتقرأ في بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، وسوف تكتشفون، وأنا يعني أكيد بما أنك تبحث عن دليل علمي فالدليل العلمي موجود، لكن يحتاج منك فقط صبر وقراءة. أشكرك أخوي. شكرا. أنا أدعو كل أصدقاء لمتابعة هذا الرجل اللي جاي ينقذ الكرة الأرضية من الخراب، للأسف الشديد الخراب اللي وصلنا له. سدي راح تلاقي طلبك. شو اسمه؟ الإمام المهدي ناصر محمد اليماني من خلال موقعه منتدى البشرى الإسلامية. الإمام المهدي الناصر اليماني. ناصر محمد اليماني، موقع الإمام المهدي ناصر محمد. أحمد صار مثل باسل الأسد، الفريق الركن المظلي البطل الفارس المغوار. يعني وزيادة والله الإمام ناصر وينك، أشهر من نار على علم. أنت اكتب بالمتصفح موقع الإمام المهدي وراح يطلع لك. أشكرك يا جان. شكر حبيبي أحمد. أشكركم أصدقائي طبعا، أذكركم أنه تشتركوا بالقناة يعني فضلا وتكرما وليس أمرا. وطبعا بكرة في عنا حلقة مع نبينا سامي الذيب في أخطاء القرآن، وفي الساعة 2 بتوقيت لندن راح يكون معنا مجاهر جديد وتجربة جديدة من الإيمان إلى الإلحاد. كونوا معنا أصدقائي، أشوفكم غدا. إلى اللقاء. شكرا أحمد، شكرا جورج. شكرا.